بسم الله الرحمن الرحيم. الهاند انفكشنز او الهاند عموما والمصل والتندون من الشباتر، ان شاء الله الحصه مش طويله، يعني من الشباتر الحاجات اللي هي في ناس كتيره جدا 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 في الدفعه مش هتلاقيهم مذاكرينها، او على العكس او النقيض هتلاقيهم مذاكرينها كويس جدا. دي حاجه غريبه، يعني هو اصلا شابتر على المستوى العام هو مش مهم على المستوى المذاكره، لكن مهم على المستوى العام كجراح. لكن انتوا ان انتوا هتقابلوه كتير. لحظه واحده، ماشي. بص يا مريم، هبتدي على طول ان شاء الله 10 ونص، وانت تعالى لي وقت ما تيجي، مش مشكله. خلاص، هي حاله صعبه شويه، فانت هتجي لي وقت ما تقدر تيجي، مش مشكله. خلص اللي في ايدك وتعالى. غالبا الاي او اللي معاك يعني مش هتاخد وقت كتير، بس بالكتير ساعتين ان شاء الله تكون وصلت عندي 10 ونص 11، مفيش مشكله. فالهاند انفكشنز اول حاجه، هو اهم سؤال فيها اللي عايز اقوله ان هو الهاند انفكشن، يعني تسميه الشابتر كهاند انفكشنز مش صح. لا، هو الصح ايه؟ ان انت في حاجه عندك اسمها الهاند انفكشنز، هنلخصها دلوقتي، يبقى هاند انفكشنز بكل انواعها بقى، في حاجات مشهوره يعني. لكن في حاجه اسمها الهاند انجري مش مهمه، وهي اصلا كفريم انجري يعني مش فارقه كتير، اي حد يقدر يالفها، لكن مش مهمه كسؤال وما جاتش قبل كده. وفي حاجه اسمها زي ما قلت لكم، مش في الهاند بقى، في الايه، في التوز، ان جروينج تو نيل، جت قبل كده. وفي بدي كده واحد اثنين، وفي حاجات بقى ايه، ديفرنشال دايجنوزز اوف بوبليتال فوسا swellings. وفي ايه تاني؟ وفي حاجه اسمها قلنا ايه؟ السوفت تيشو ساركوما، دي الحقيقه ما جاتش غير مره ومش مهمه قوي، ممكن تطنش في المذاكره. مش معنى ان هو جاب حاجه مره انها بقت مهمه، خلي بالكم الفكره برضو باهميه الحاجه. ده سؤال غبي صراحة يعني. لكن ما فيش حد يقدر يقول الهاند انفكشنز غبية. وانا هديكم ورقة ليها دلوقتي، انا يعني هعمل لكم ورقة زي ما عملت لكم ورقة للبرياتريكس بالظبط، هتلاقوا هتعرفوا ان الموضوع سهل جدا ويتلخص في ورقة يعني. في حاجة بقى اسمها ايه؟ في حاجة اسمها سمبل جانجليون، طبعا حاجات تشوفوها في كلينيكال كتير لكن مش مهمة قوي. ما تجيش طبعا يعني الا اذا كان عايز يديكوا هديه يعني. وطبعا بالمقارنه ليها في نفس الصفحه حاجه اسمها الكومباوند جانجليون، مش مهمين. طيب، في حاجه بقى اخيره اسمها ايه؟ الكاربال تانل. طيب، انا راجل بضيع وقت، ما ذاكرش كويس، مش مخلص باقي مش عارف السبلين، سايب حته من البانكريس، الشباتر الكبيره اللي زي البيلياري اصلا تايهه مني. لا، انت اصلا ما تذاكرش غير ايه؟ غير هاند انفكشنز، وتذاكرها كده على السريع يعني، وورقه كده كده. طب انا راجل لا اصلا مهتم، بخلص كل حاجه قد كلمتي. لا، انت هتذاكر الهاند انفكشنز، الكاربال تانل، الانجروينج تو نيل. لا، انا راجل من الاوائل من ال 200، هذاكر دول وهذاكر دي ودي، وهزود عليهم كمان السيمبل جانجيون والديبيوترين، اسف، والفولكمانز كونتراكشن. خلاص، يبقى فولكمان وسيمبل جانجليون وما سبق اللي هم ثلاثه المهمين واثنين اقل اهميه شويه، الحقيقه ده حد من الايه؟ من الاوائل. خلاص، ماشي. طيب، نيجي بقى على ايه؟
احنا كده قلنا الخريطه بتاعت اللي هي الثلاثه تعدى ان شاء الله يعني ساعه وربع باذن الله. القصه في ايه بقى؟ القصه اولا ان انا ادي لك ورقه تخلص لك موضوع الهاند انفكشنز. اي واحد يا جماعه بيجي له انفكشن، اديكم مثال، مثلا جه انفكشن مثلا يعني في المنطقه دي النيل بيت، النيل بيت ده لما بيجي فيه انفكشنز دي حاجه فيري كومن. مثلا لا في انفكشن يجي هنا او هنا، عندك حته ودن قعدت تلعب فيها باسنانك بايدك رحت مزعها كلها، تبص تلاقي ايه الحته ابتدت تحمر تورم وبقت بتوجع جدا تندر جدا، موضوع متكرر تقريبا مفيش حد ما عداش عليه. طيب نفتحها ولا نحط مراهم؟ خلينا كونزرفيتيف، في الاغلب طبعا بتمشي الدنيا كونزرفيتيف، قليل قوي لما تلاقي حد جه مهمل جدا لدرجه انه عبى صديق، لكن بتحصل في ساعات في الحته بتاعت الايه البالب سبيس دي يحصل فيها ايه؟ يحصل فيها تعبي برضه باس وتعمل ابسس. طبعا الحته دي كلها اصلا فات و فيها سبتم ما بينها وما بينها، ما بينها وبين الديستال فولر سبيس والبروكسيمال فولر سبيس، فهي لوحدها بتبقى كلوزد سبيس وتعمل حاجه زي الكومبارتمنت سيندروم اللي خدناها في الفاصل. فممكن يحصل فيها للاسف مع الكومبريشن الجامد لا يبتدي يظهر علامات اسكيميا، اسكيميا في العظم، فدي كارثه. الهاند يا جماعه فيري بريشس، لدرجه ان في جراحين مشهورين بالهاند بس. يعني مثلا هديكم امثله بس كده سريعه. لما يكون مثلا العيان طفل، في ناس تعمل هاند اطفال بس. لما يكون العيان كبير، في ناس تعمل هاند كبار بس. الهاند جراي اريا ما بين ناس امثالنا جراحين الاطفال وجراحين العظام الاورثوبيدكس وجراحين التجميل. ما بين الثلاثه دول جراي اريا الهاند. يعني زي ما اقول لك مثلا ان الهيدند نيك جراي اريا ما بين الاي ان تي وجراحين الماكسيلو فيشل بتوع البلاستيك وجراحين الماكسيلو فيشل بتوع الاسنان. فتقول لي هو مين بيعمل ايه؟ يعني مين يعمل ثايرويد؟ اقول لك طبعا الجراحه العامه. ليه؟ بحكم الفلو بتاع بلدك. لكن لما نطلع بره تلاقي يا جنرال سيرجن بقى متخصص في الثايرويد بقى اسمه اندوكراين سيرجن، او واحد هيدن نيك سيرجن جاي من ماكسيلو فيشل بتاع بلاستيك او ماكسيلو فيشل بتاع اسنان. يعني الاثنين، ما هو ماكسيلو فيشل في اسنان وفي بلاستيك. فواحد جنرال سيرجن اتحول لبلاستيك والبلاستيك بقى سبيشاليزد في ماكسيلو فيشل. ففي جراي ارياز كده. يقول لك مثلا اللي يعمل شغل كله بتاع الجو والماكسيلا مين؟ الاي ان تي والماكسيلو فيشل والبلاستيك الثلاثه. وانتوا هتلاقوا عندنا في القصر العيني في الاستقبال مين اللي بيشتغلهم؟ اكشوالي بلاستيك. طب بيروح حالات فيها فك مكسور، مشاكل في مش عارف ايه اسنان؟ اه بيروح، بس انت ما بتاخدش بالك منهم ولا بتشوفهم ولا هتشوفهم في الابتياز. لكن في عيانين بتروح ماكسيلو فيشل وتتعمل في الايه؟ في الاسنان. لكن الاسنان لما يبقاش ما عندهمش نفس الكباسيتي بتاعتنا، ما يبقاش عندهم القدره ان هم يستوعبوا دي، يروحوا مزحلقينه على ايه؟ على البلاستيك عندنا او على الاستقبال عندنا، فالبلاستيك يستوعبوه. يعني مين يعمل شرايح ومسامير في الفك؟ شرايح ومسامير في المجزلة؟ مين؟ البلاستيك اللي عندنا. طب الاسنان بيعملوها؟ اه بس انت ما بتشوفهمش، ما تقتنعش بيهم خالص. طب هم اشطر ولا احنا؟ لا انديفيديوال، بس في المجمل اللي عليه فلو اكتر هو اللي اشطر. خلاص؟ فنفس الكلام في الهاند، مين يشتغل احسن؟ مين يشتغل هاند احسن؟ اللي يشتغل على العظم ولا اللي يشتغل على الاوتار؟ اللي يشتغل على الاوتار هو اساسا بلاستيك ويتعلم حته العظم عشان يخلص الهاند. اللي اشتغل على العظم هو اساسا الاورثو ويتعلم حته الاوتار وتبقى ايده تقيله شويه ورفع، تعرف العظم جاي بعد كده ان ايديهم مش حلوه قوي في الجراحه، مش زي الجراحين. الجراحين اللي هم الجراحه العامه اللي بينزل منهم جراحه اطفال وجراحه اوعيه وجراحه تجميل وجراحه عامه عامه خالص يعني، او جهاز هضمي وجراحه عامه، هم دول اللي افضل ايد هتشوفوها في الجراحه. خلاص؟ بيلعبوا يعني بالايه؟ بنلعب بالابره وبالخيط ويعني بالالات يعني. تلاقي دايما جراحين مخ واعصاب ايديهم شويه على قدهم بس بيشتغلوا في حته الجراحين العامه ما يشتغلوهاش. فهم سبيشاليزد في الحته دي، ما حدش فاهمها غيرهم. الموضوع مش ايد بس، موضوع دماغ وايد وفكر وكل حاجه. تلاقي مثلا جراحه العظم كل حاجتهم حديد في حديد، ما يعرفش غير سكته للعظمه، يخش ازاي يطلع الماسلز يسلكها من غير ما يعور نيرفات، يوصل للعظمه يحط الشريحه بتاعته يحط المسمار بتاعه براحته. لكن تساله على ازاي بقى تعمل دايسكشن ومهارات الدايسكشن ما يفهمش في الحاجات دي. فتلاقي ايده تقيله شويه في تصليح الايه؟ في تصليح الاوتار، تصليح البتاع.
لكن اساسا عظم يعرف ازاي يعمل فانكشن وازاي المفصل يتحرك وازاي يبقى فيه جريب كويسه وهكذا. بتاع البلاستيك تلاقيه كويس جدا يصلح الوتر، يعرف اخر ابديت في تصليح الوتر وازاي الوتر يتعمل له علاج طبيعي بعدها، لكن تكلمه في الاستيفنس اوف ذا جوينت تلاقيه حمار. ليه؟ ما هوش زي العظمه. خلاص، فهي في الاخر انت مثلا العيال اللي عندها سندكتلي صباعين لازقين في بعض، مين يفصلهم؟ جراحه الاطفال ولا جراحه تجميل ولا جراحه عظام؟ ثلاثة بيشتغلوها. لكن اكتر واحد يتعامل مع جسم طفل صباع رفيع جدا صغير جدا هو بتاع الايه؟ هو بتاع الاطفال. لكن لما تيجي تكلمه على الجوينتس لا ما بيفهمش زي بتاع العظم وهكذا. الرقع اكتر واحد يفهم فيها بلاستيك. فباختصار شديد انا عايز اختصر لكم الهاند انفكشنز. فاول حاجه اي واحد جاله هاند انفكشن، بالب سبيس انفكشن، ويب سبيس، الويبز دول ده ويبز، ويب سبيس انفكشن مثلا، ثينر ابسس، هايبوثينر ابسس، ميد بالمر سبيس ابسس، كل الحتت دي محتاجه تبقى دريند. طب افتح فين؟ بتفتح غالبا على الموست تندر، الموست بوينتنج بوينت، زيه زي اي ابسس. لكن ما ينفعش ما تبقاش عارف ايه هي القواعد العامه. فالسؤال جالي طبعا بيجي باشهر طريقه البالب سبيس انفكشن، لكن ممكن يجي اي حاجه. لو جالي اي حاجه انا هديك ورقه الهاند انفكشنز دلوقتي تخلص لك كل حاجه، ودي اهم حاجه، وبتخش الامتحان ببس الورقه دي، لا تذاكر بقى اي حاجه تانية ولا كاربال تانل ولا اي حاجه. لكن طبعا الريزيديوال اللي انا هقوله لك في الكاربال تانل في الانفرومتونيل يخليك تعرف تقفله في الامتحان. اوعوا تذاكروا شابتر الهاند والماسل والتندون اللي هنقولهم دلوقتي بدقه شديده وبضمير شديد، لو عملتوا كده غلطانين، لان نسبه ان يجي فيهم سؤال في الامتحان تقريبا نقدر نقول مثلا 1%. حلو كده؟ طب لو جه السؤال بقى ال 1% ده هيجي بخمس درجات. طب لو جه الخمس درجات دول تقريبا معظم الدفعه هتحصل فيهم 3 من 5. فيبقى انت هتتميز في انك تقفل 5 من 5، ده انت ممكن تبقى كاتب زي الكتاب بالظبط وتجيب 4 من 5. فما تبقاش غبي، خلاص الموضوع بسيط هتخلصه دلوقتي وترميه وتراجعه اخر السنه. شابترين ما ياخدوش من وقتك حاجه قبل ورقه الجنرال خالص. يعني مثلا لما تقول سكيلو سبكتينيوس ولا ده، لا ده مش محسوب اصلا. سليفري ولا ده، ده مش محسوب اصلا. خلاص يعني انا رايي كده، اللي يذاكره في اكتر من 10 دقايق غلطان، اللي يراجعه في اكتر من 10 دقايق غلطان. ذاكره دلوقتي في ساعه وخلصنا. اول حاجه في حاجه اسمها، هتكتب كده معايا الورقه دي، طبعا هبعتها لكم بي دي اف وممكن تطبعها براحتك، يعني اللي تحب عايز تكتب ايدك براحتك. اول حاجه اسمها الجنرال ميجرز، دي هتتكتب في اي سؤال هاند. ايه الجنرال ميجرز دي؟ اولا رقم واحد هقول لك الريست. يعني ايه الريست؟ يعني جنرال ولوكال ريست. الجنرال ريست اللي عنده هاند انفكشن يروح في السرير، تخيل. على فكره ده فيري بريشس اورجن، والثام يساوي نصه. طيب اللي عنده هاند انفكشن يريح ايده. يعني ايه لوكال ريست بقى؟ ما يستعملهاش كتير، يقلل اليوزج ويليفيت. الاليفيشن بشكلين، وانت واقف تبقى متعلقه كده، متعلقه يعني على سلينج، ارم سلينج عليقه، و وانت نايم تبقى حاططها على مخده ورا راسك، فتبقى دايما دريننج. فهو الهدف انك تقلل ايه؟ الاديمه وتقلل الكونجشن، تقلل الاديمه وتقلل الكونجشن. يبقى اول حاجه في الجنرال ميجر هاند الريست. 2 و3 ركزوا معايا، 2 و3 ايرلي ايه؟ ايرلي انتيبيوتكس وايرلي درينج. دونت ويت فور فلكتويشن. بمجرد يقول لك كده في كتاب الاسم، بمجرد بدء انتنسيف سيوتابل انتيبيوتكس فور 1 day no response drain. يعني انت اديت الانتيبيوتيك المحترم، ايه المحترم اللي اجينست ستاف اوريس،
اديني مثال. حاضر. مين الاموكسيسيلين كلافيولانيك اسيد زي لوجمنت اموكسيسيلين كلافيولانيك اسيد. ممكن الفيرست والسكند، انا مش بقالف طبعا، جنريشنز بتاعوا الكيفالوسبورين وحاجه اسمها الاريثروباس مش مهمه قوي. خلاص. يبقى اساسا تدي انتيبيوتكس ضد اساسا الستاف اوريس اكتر حاجه على السكين زي ايه وايه كذا وكذا. خلاص. طب الدرينج ايه؟ الدرينج لو الانتيبيوتكس اتاخدت لمده 24 ساعه مفيش اي تحسن خالص، تحسن في الوجع، تحسن في الورم، تحسن في التندنس وهكذا. فيبقى ايرلي درينج. دونت ويت فور فلكتويشن، وقلناها طبعا في البيري انال، وقلناها في الباروتيد، وقلناها في الايه؟ في البريست وهكذا. دونت ويت فور فلكتويشن. طيب 4 و5 انا كل ده قبل. خلاص. فتكتب على دي قبل 4 و5 بقى انا عايز الايه؟ الانسيجن. وتكتب عليها لو سمحت اثناء الانسيجن. الانسيجن انت فاكر ان انت هتفتح الايد في عيادتك؟ لا، الاحسن والافضل زي البريست كده، قلت لكم فاش تقعد تفتح الحاجات دي ايه في الابسس العادي اللي في السكالب مثلا. ممكن افتحه في العياده. ابسس مثلا في اي لم ممكن افتحه في العياده، طبعا مش على كورس اوف ارت خلاص. لكن لما اجي على الحتت المعينه دي واقول لك خطا فتحها في العياده، تعرف ايه؟ ان الفتح بلوكال مقرف، وانت مهتم بان انت تنظف كويس والاورجان ده بريشس، فالافضل جنرال انستيزيا اور ريجيونال انستيزيا. طبعا انتوا عارفين ايه الفرق بين اللوكال والريجيونال. اللوكال يعني ادي انفلتريشن مثلا يعني حوالين الابسس هنا، الابسس هنا اهو، اقعد احقن حواليه كده. لكن ريجيونال يعني اروح احقن هنا واحقن هنا، اعمل رينج لوك، او اخضر الدراع كله بس لكن العين صح ليها طرقها. خلاص. الجنرال ينام كله ماشي، يبقى جنرال اوريجينال انسيز. ليه؟ عشان تعمل بروبر درينج. بروبر درينج. طبعا بكتب لكم الكلام كله البريشس اللي هو لما تكتبه تقفل السؤال. بروبر درينج. طيب الانسيجن تعمله وتقعد كل شويه تعمل كوترايزنج، غلط. انت تقعد تعمل كوترايزنج هنا تروح مضيع لي النيورو فاسكولار باند للشمال واليمين، فما ينفعش تقعد تكوي جنب الفيسلز وجنب النيرفز. خلاص. فالديجيتال نيرفز والديجيتال فيسلز ببساطه تروح مضيع لي الفين، تضيع لي الارت، تضيع لي الايه؟ النيرف. فالحل ايه؟ الحل تروح حاطط تورنيكيه. التورنيكيه هنا بتعمله بعد ما ترفع ايد العيان وتقعد تملك ايده، تملك ايده، تملك ايده لمده 3 دقائق. وبعد كده يا سيدي تروح رابط التورنيكيه وتعمل لها انفليشن زي جهاز الضغط بالظبط، حاجه اسمها نيوماتيك، نيوماتيك تورنيكيه. خلاص. النيوماتيك تورنيكيه دي ايه؟ قال لك تو ميك ات دراي، هتشوفوا حتى عمليه اوريها لكم النهارده. دراي فيلد، دراي فيلد يعني ما فيهوش ولا نقطه دم، فور اكسبلوريشن، عشان تشوف كويس. دراي فيلد فور اكسبلوريشن. خلاص. 4 و5 6 و7. 6 و7 بيتكلموا عن البوزيشن. يعني ايه البوزيشن يا جماعه؟ يعني وضع الايد هيبقى ايه بعد العمليه؟ يبقى دي بعد، يبقى دي بعد، يبقى قبل اثناء بعد. خلاص. او على فكره الريست دي قبل وبعد، فما بقولش اي حاجه. بوزيشن، اولا يفضل انك ما تحركش ايدك، يبقى الايموبيلايزيشن. انا بقول لكم كلام غالي جدا يعني، بصوا مش بس بشرحه لا كمان بحفظه وبحط له علامه، فهتلاقي نفسك حافظ بالسيستم ده بالطريقه دي. فانا عايش يعني، لا انا اسف يعني، اللي ما يحفظش بالطريقه ما يبقاش ليه طريقه. لو انت مالكش طريقه يبقى هتوه منك نقط. طب ليك طريقه، خلاص مش محتاج طريقتي، نقارنهم، ممكن تكون طريقتي احسن، خلاص خد طريقتي. لكن انت ما بتعرفش تعمل طريقه اصلا تحفظ بيها. لا، انا قلت لكم افضل طرق الحفظ الصوره والجروبينج. الجروبينج حلوه جدا، الصوره حلوه جدا، ودول اقوى. لكن تقعد تعمل لي اي بي سي وتحاول تلفقها لي، دي اقل او اضعف صور ايه؟ التجميع والحفظ. خلاص. يبقى الجروبنج ده اللي هو ايه؟ ان يبقى في دماغك دايما دايما في حاجات متصله ببعضها. خلاص. فانت اول حاجه الايموبيلايزيشن، يعني ما تتحركهاش اصلا. ليه؟ لان ده مجهود عليها،
وبيزود ان انت تقعد تعمل بقى ايه يعني المجهود ده، بيزود على المفاصل وبيزود على التندونز وبيزود على كل حاجه خلاص. فانت محتاج لها ريست زيه زي اي ايه اورجن خلاص. بس هتبقى immobilization in the position of function of hand، يعني ال best function of hand خلاص. ايه ال best function of hand؟ هو الوضع ده كأنك ماسك كورة تنس. ليه؟ لأن الوضع ده تقدر تمسك بيه كوباية، الوضع ده ما تمسكش بيه حاجة، الوضع ده تمسك بيه حاجة تحط فيه حاجه. فلو فرضنا يعني ان الوضع ده ثابت دلوقتي لمده اسبوعين، فانت تقدر ايه فانكشن بيه. طيب لو فرضنا ان في مشكله كبيره جدا في ايدك، وفي احتماليه اسكيميا، وفي احتماليه جنجرين وبلاوي سودا، طب فالوضع اللي هيتيبس عليه اللي هيبقى ريجيد عليه بعد كده هو وضع برضه فانكشن، لكن واحد وضعه كده مش هيستفيد بيه بحاجه خلاص. فيبقى البيست فانكشن اوف ذا هاند اللي هو ايه، اللي هو سيمي فليكشن وكانك ماسك بول سمول بول. طيب ايه الايموبيلايزيشن؟ تاني حاجه ما تنساش الموفمنت، يعني الموفمنت والتثبيت. الموفمنت ايه الموفمنت ده؟ الفيزيوثيرابي حبيبي، الفيزيوثيرابي لازم تبتدي فيري ايرلي خلاص. يبقى ريستوريشن اوف موفمنت وفيزيوثيرابي اللي هو فيري ايرلي. ادي 6 7 8 و9 انت عملت درينج لباس، وانا قلت لك دونت ويت فور فلكتويشن، استشغلت لما الباس يملى الدنيا ويبقى بيعوم، تبقى عمال تعمل فلكتويشن تيست ومبسوط بيه قوي، يعني مش ده حاجه مش حلوه، ده معناه انه كال كل التيشوز اللي جوه. فانت بمجرد عدم الاستجابه تعمل دريج وتخلص. لكن اللي قصده اقوله ايه، الباس في نقطتين في الجنرال ميجرز. انا كل ده الدروس الوحيده اللي ببتدي فيها العلاج الاول عامه، القواعد العامه للعلاج. الباس لازم يبقى سامبل، مفيش حاجه اسمها خدت عينه ورميتها او فضيت الباس وايه سامبل ده اند كالتشر كالتشر سنسيتيفيتي طبعا سي ان دي اس. تاني حاجه لما تطلع دايما درنقه في الايد لو احتجت درنقه، يعني لان يعني احنا ساعات بنحتاج فتيل، فتحت مثلا وحطيت فتيل خلاص. لسه امبارح فاتح اسس عند واحد يعني في التمبورال ريجن بتاعه، ففي سبيس تحت التمبوراليس، فالسبيس ده تملاه بفتيل وتشيل فتيل بعد 48 ساعه. الفتيل ده عباره عن ايه؟ عن شاشه رفيعه جدا مبلوله ببيتادين. يعني الموضوع بسيط عشان ما تعرفش بقى تقول ايه الفاظ ايه مع اطراف، وبعدين تشيلها بعد 48 تحط مكانها فتيل تاني، ودي من سخافتها انك على الصاحب تدكك شاشه في جرح مؤلم، بس هدفها انك تحافظ على الجرح اللي انت فتحته بتاع الابسس مفتوح يدرين، والا لو قفل يجمع تاني. والهدف التاني انك تفضل مالي الكافيتي بحاجه بدل ما هي ايه تملى نفسها بقص نفسك الا تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فهتروح عامل ايه؟ هتروح حاطط فتيل. طب لو قفت حطيت بقى درنقه، تحط درنقه ايه؟ انبوبه؟ لا، تحط درنقه رابر سوفت. ممكن نجيب صباع جوانتي نروح حاطين في الجرح، يبقى السوفت او الرابر حاجه اسمها درنقه حصيره درينز هي المفضله دايما في الهاند انفكشنز. يبقى سوفت رابر، سوفت رابر درينز زي صباع جوانتي او وهم كاتبين كده حتى. يعني يبقى الريست جنرال ولوكال early antibiotics drainage ده قبل incision. البلاننج بتاعه بيبقى جنرال او ريجنال وبيتعامل معاه تورنيكي. البوزيشن بعد العمليه immobilization ما بتحركش، ولكن بعد اسبوعين بنبتدي فيزيوثيرابي على طول افكتيف immediately. و8 و9 اخيرا الباس لازم تعمل له كالتشر سنسيتيفيتي، ولازم تحط درين لو انت هتحط تكون سوفت وراب. الجنرال ميجرز دي هتتقال مع اي حاجه، قال لك بالب سبيس بارونيكيا ويب سبيس ميد بالمر سبيس، كل حاجه تتقال معاها دي. فهقول لك تكتب الجنرال ميجرز دايما في اي حاجه. تاني حاجه دي الورقه اللي هتذاكر منها الهاند يا جماعه، ما تهزرش فيها خلاص، هي ورقه سهله لو سمحت تكتبها بضمير. تاني حاجه هي الكلاسيفيكيشن، قسموا ازاي الهاند انفكشنز، قسموا ازاي الهاند انفكشنز. قال لك والله في كيوتينيوس، وبعدين بقى كيوتينيوس اند سب كيوتينيوس رقم ده واحد. اثنين في حاجه اسمها فاشل سبيسز غير الجلد وما تحت الجلد، فاشل سبيسز طيب. رقم ثلاثه في حاجه اسمها ايه الساينوفيوم او الساينوفيال
شيث اللي هو بيحتضن جوه التندون وجوه ساينوفيال ايه فلويد، والتندون عايم جوه ايه الشيث ده. ربنا خلق حاجات كتير قوي في الهاند صعبه جدا، لو انت ايدك غشيمه تروح مطيرها كلها وانت داخل بالمشط وده متخلف، لا شفت ديجيتال نيرف ولا شفت ساينوفيوم ولا شفت تندون ولا شفت اي حاجه، دخلت على طول على ايه على التندون بروبر، ضيعت كل حاجه حواليك. مش كده بقول لك اللي يتخصص هاند غالبا غالبا ما بيحبش يشتغل حاجات ثانيه. ناس مشهور قوي مصطفى محمود من الناس المشهوره جدا في الهاند سيرجن، هو عظم اساسي. حد يقول لي مصطفى محمود اللي هو بتاع الجامع اللي في اكيد لا طبعا يا جماعه. خلاص ماشي. رقم 4 البون والجوينتس. اشتغل في السلام الدولي. هي عمليته في الهند مثلا ب 100,000. متخيلين؟ ما يهزرش بقى، ده بيعمل عقله جديده، انت هتهرج. واحد عنده هايبوبليزيا مثلا في الفالنجيز، مره في دكتور تخدير زميلنا بنته عندها 7 سنين في العيد مسكت الصواريخ طلعت اسلحه فاسده طيرت ايديها الاثنين يمين وشمال. فرقعوا في ايديها طيروا العظم طيروا اللحم كله ما بقاش فاضل غير العظم. كارثه بايلاترال 7 سنين. ودكتور يعني قصدي المصاب شديد جدا لانك لما تكون فاهم غير لما تكون انت اصلا جاهل. ففي 4 حاجات في التقسيمه دي، كيتينيس سب كيتينيس فاشل ساينوفيال وبون وجوينتس. واحد دايما هتقول كلاسيفيكيشن كل عنوان تحتيه اكزامبلز. واحد بارونيكيا، انتوا عارفين ايه هي البارونيكيا؟ ايه هي يا عم البارونيكيا؟ لا سهله جدا، اي التهاب في النلبت. 2 بالب سبيس انفكشن، انتوا عارفين ايه هو البالب سبيس انفكشن؟ دي هنقوله دلوقتي الحته دي لغايه هنا يعني من اول بدايه الايه ديستال فالانكس. تالت حاجه الويب سبيس انفكشن. ايه الويب سبيس انفكشن؟ ده 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 خلاص؟ من ورا برضه نفس الكلام خلاص؟ وطبعا الثينر والهايبوثينر خلاص؟ يبقى الثينر اند هايبوثينر. اسف الثينر والهايبوثينر هنا في الفشل ماشي. الويب سبيس ده في الجلد خلاص. واخر حاجه حاجه اسمها السبكيوتينيوس اند السبكيوتيكولار. خلاص انا هعملهم زي بعض كده بس هم ايه؟ سبكيوتينيوس اند السبكيوتيكولار ويتلو ابسس. ويتلو WHITLOW ابسس. حاجه في البيت بالم هنا تحت الجلد وبعدين تحتيها حاجه اسمها البالمر فاشيا وتحتيها بقى ايه سبيس كمان هيسموها كولر اند شتاد يعني زي الايه الزراير بتاعت زمان كده سبيس بره وسبيس جوه وما بينهم واصله كولر اند شتاد زي بالظبط ايه الزراير بتاعت زمان بتاعت القمصان حاجه جوه حاجه بره عشان ايه يحجزوا الزرار نفسه وفي نفس الوقت يمسكوا الهدوم مع بعضها كولر اند شتاد بتاعت ال بتاعت اللياقه اللي هي بتاعت المحاربين يعني. فاشل سبيسز ميد بالمر اهو. ثينر الحته التخينه دي بتاعت الثم. هايبو ثينر وحاجه اسمها سبيس اوف بارونا. سبيس اوف بارونا الحته اللي عند الفليكسور تيناكلم والكوادريتس. يبقى ثينر وهايبو ثينر وسبيس اوف بارونا بتبقى عند اللور ريدس والنا الحته دي والبالمارس لونجاس. البالمارس لونجاس هنا بتبقى ايه ليها علاقه بالبالمر فاشيا. البالمر فاشيا بتبقى امتداد للبالمارس لونجاس هنا البيز بتاعتها فوق هي دي اللي مخليه ايديكو مفعوصه هنا من هنا شايفين الفعصه دي طبعا عشان الجريب تبقى قويه جدا تلاحظ دايما ان الجلد هنا بيسلايد وبيجلايد لكن الجلد هنا لا بيسلايد ولا بيجلايد لازم وطبيعه الفات هنا مختلف عن طبيعه الفات هنا هنا تقيله هنا خفيفه وهنا تقيله ليه هنا جريب لكن هنا مفيش جريب فهنا يجلايد براحته اه لكن هنا انت محتاج تمسك كويس حاجه رهيبه يعني اعجاز كذلك رجلك الجلد اللي هنا في رجلك في السول فظيع. اولا هو شايل مبدئيا كده كل وزنك. تخيل مش رجلك اللي شايل وزنك، جلد رجلك هو اللي شايل وزنك. كارثه انا ما اعرفش ازاي عايش.
انا نفسي ما اعرفش يعني ايه اللي في الجسم ممكن يبقى الفاسكولاريتي بتاعته تعيشه مثلا ب 100 كيلو عليه طول الوقت، دايما عليه طول الوقت، البريشر بوينتس كمان بتاعت الهالوكس وبتاعت الهيل ازاي يعني؟ مش فاهم. تفضل دايس كده عليها وما يحصلش حاجه، يحصل اتروفي. اذا كانت لما تنام شويه على السكرم يحصل لك ألصف. عينين الرعايه. ففيها اعجاز رهيب يعني، ان ربنا يديها امداد بحيث انها ما تموتش خالص. خلاص؟ كذلك لما انت تمسك الجريب دي كده، بص شوف حاطط زحلقها كده حاكمها، ما تقدرش تعمل الكلام ده بالظهر. الجلد اصلا لاكس عامل زي السجاده الايه؟ يعني مش مفروده. ده مشدود، الفاشيه شداه كمان وفعصال جوه فظيعه. هنا حاجه اسمها التينوساينوفايتس، الموضوع مش مهم نظري خالص، اقراها وتقعد تقرف نفسك بيه وفي الاخر ما تفهمش منه حاجه. والالنر بيرسا، الحقيقه لما بيجي لك كلمه الالنر بيرسا والراديال بيرسا بتفهم حاجه تانية خالص. بصوا يا جماعه، الالنر بيرسا والراديال بيرسا هي عباره عن الساينوفيال شيث اللي فيه تندونز، سواء ناحيه الثم، ادي الثم اهو، او ناحيه الليتل، ادي الليتل اهو، وادي الثلاث صوابع اللي في النص. فالحقيقه الشيث بتاع هنا والشيث بتاع هنا دول اسمهم راديال والنر بيرسا، وهنا في شيث منفصله لكل ايه؟ لكل تندون. فمش بيرسا يعني حاجه كده زقزوقه محطوطه عند مفصل زي بقيه البيرسي، لا، هنا معناها سنوف الشيث بتاع الراديال ايه؟ والالنر سايت. بيبقوا مجمعين بقى تندونز ايه؟ معينه كده. طيب البون والجوينتس يحصل فيهم يبقى انا في التقسيمه انا مش هقول بون جوينت او مش هشرحها، لكن يحصل مشاكل في الجوينتس، يحصل. ده في الاورثو، انتوا عندكم هاند في الاورثو، بس مش علينا نظري، مش مهم خلاص. ففي حاجه اسمها الاوستيومايلايتس مشهوره جدا في البون والجوينت. فانت لما بيجي لك اي سؤال عام عن الهاند انفكشنز هتقول والله العظيم ده فيه كيوتينيوس وسبكيوتينيوس فاشل وسينوفيال وبون وجوينت، وده اكزامبل واحد وهكذا. خلاص؟ لو جالك سؤال على البلب، لا ما بتقولش بقى، تقول ان هو في تقسيمته ده تبع الكيوتينيوس سبكيوتينيوس بتاعه الكذا، وبقيه الكلاسيفيكيشن والله عناوين 1 2 3 وخلاص، ما تقولش بقى اكزامبلز خالص، هو مش قالك على البلب بس. خلاص؟ لكن بتعرفه ان انت عارف الكلاسيفيكيشن بتاع الهاند انفكشنز. وبعدين تروح راس الجنرال ميجرز، وزيك زي غيرك بقى انت احسن منه بتقول الكلام بتاع البلب بالذات. طيب انا هشرح الاول حاجه اسمها اشرح حاجه اسمها البارونيكي، عبيطه. بارونيكي دي اكتب جنبها الاشهر. الاشهر في الايه؟ الاشهر عموما في الحياه. مفيش حد ما جالوش بارونيكيا تقريبا، ودنه ولا حاجه عملته التهاب في النيلبت. تكتب كده، انا بديك من الاخر، الاكيوت والكرونيك. الكرونيك دي واحده كل شويه تغسل مواعين، يبقى تديش ووشنج. خلاص لغايه ما يبقى ليها ايه؟ يبقى فيها كرونيك انفكشنز في الحتت او انفلاميشن في الحتت بتاعت الايه؟ النيل بيتس. خلاص؟ برضه من الحتت اللي ايه؟ اللي فيها تايتنس مشدوده جدا. خلاص؟ يبقى الكرونيستي بسبب الديش ووش، وطبعا وجود ويت ميديان طول الوقت يبقى فيه فانجل، يبقى العلاج ايه؟ بسيطه جدا. خليه دراي، ودي انتي فانجل بس. دايما الدكتور شاطر كده. لكن الدكتور الخايب بيدي علاجات وينسى يقول التعليمات، خلصت. اتنين الاكيوت، الاكيوت يعني في التهاب في النيل بيد بس التهاب حاد، التهاب سابيرتيف. سابيرتيف يعني ممكن يعمل باس وممكن يخلع، وشفتوا اكيد يخلع النيل بيد من مكانه وتعمل نيل اكستراكشن في العياده او في الايه؟ او في العمليات. وسيب بقى الضفر يطلع هو ونصيبه، يطلع لازق، يطلع ايه وحش على حسب الهيلينج باور وعلى حسب الايه؟ اللوكال تيشو وهكذا. يبقى السابريتيف، وفي ناس لغايه دلوقتي الصباع بتاعها مشوه، تلاقي الضفر طالع شكله وحش بسبب ان هو اتشال مثلا قبل كده او انفكتد واتساب قبل كده وهكذا. وفي ناس ولا كان حصل له حاجه. خلاص؟ فالسابريتيف انفكشن ده اللي هو بيبقى عند النيل بيد، ارسم لكم الرسمه، ترسم جنبها الرسمه دي حتى. عايز اقول لكم على حاجه مهمه جدا برضه، هبشرحها لكم ساعه ما اقول لكم ازاي تكتب النظري قواعد عامه. دي حاجه بحسس مهمه جدا يعني هتسطر ازاي، هتكتب بخط ازاي، هتكتب ازاي في الصفحات وهكذا. دي هقولها بس انا باجلها شويه لما تبقى خلاص يعني استويت وعايز بقى تعرف دخش على الامتحان هنعمل ايه. انا عندي هنا انفكشن، بعمل اوبليك انسيجن هنا، عندي هنا بعمل اوبليك انسيجن، طب عندي في الاثنين بعمل في الاثنين، يبقى اوبليك انسيجن هنا اوبليك انسيجن هنا.
طب في الاثنين يعني كله مليان، كله محمر، كله مورم، كله معبي، هتفتح في الاثنين. خلاص ساعات تفتح الاثنين وتحط دبنقه ما بين الاثنين، يعني تطلعها من هنا وتطلعها من هنا، لكن ما بتبقاش بالدرجه دي. ساعات بتسلك ما بين التو انسيجنز دول وترفع النيل بيت كله، هو اصلا بيبقى مرفوع من الباس، بس انت ترفع عشان تعمل درينج كويس. ساعات تشيل النيل بيت. فاللي عايز اقوله ايه، ممكن يبقى وان سايد اوبليك انسيجن على حسب المكان، وممكن يبقى بوث سايدز. خلاص لو كان في الناحيتين يعني كل النيل بيت، فتحت هنا وفتحت هنا، خلاص عشان يعمل درينج كويس. لو فتحت هنا بس يفضل ده معبي خلاص. وممكن تحتاج نيل اكستراكشن. هو ده الكلام اللي مطلوب منك، ما تفتكرش ده كلام اهبل وهتروح تذاكر النظر، هو ده الكلام يعني. الورقه دي هي اللي تذاكرها، ما تبقاش عبيط. يبقى ادي البارونيكي عبيطه جدا. طبعا علاج انتي بايوتكس زي ما قلنا في الجنرال ميجرز، والجنرال ميجرز كلها بقى. شفت الموضوع سهل ازاي؟ طيب البالب سبيس، هنا بقى ركز في حته اناتومي مهمه. اما ارسم لك البالب سبيس هرسم لك كده، ادي صباعك اهو. بصوا اهو، باين لكم بس الحزن ايه. ادي يا سيدي اول، وادي سبت، ادي ادي سبت، ادي التالت، ادي السبت. هنا طبعا ميتاكارب وفالنجل جوينت ماليش دعوه بيه، وادي الفيرست فالانكس والميدل والديستال فالانكس والجوينتات. خلاص يبقى بروكسيمال ميدل وديستال فالانجيز. ده اسمه البالب سبيس، وده اسمه الديستال فولر. فولر يعني ناحيه هنا، فولر يعني عكس دورسال، زي بالمر بالظبط. فولر هي بالمر سبيس، وده بروكسيمال فولر سبيس. في طبعا ديجيتال ارتري ماشي هنا، انا بسمه لك كده بس هو بيبقى على الجناب. ها كده اوكي، نحافظ عليهم طبعا كده وكده. بس هرسم لك رسمه ايه يعني زي السام، يعني زي ما تكونهم زي كده. فالمفروض انه رايح لغايه الاخر، طبعا بيدي هنا وبيدي هنا وبيدي هنا، لكن هو رايح الديجيتال ارتري ده في الاخر بينتهي هناك في العضل، اسمه اند ارتري. بس بيعمل حركه جامده جدا، بيدي للديستال فالانكس كده وبيدي له كمان بطريقه ثانيه، قبل السبتم اللي ما بين الميدل والديستال فالانكس يروح مدي برانش ثاني. برضه لايه؟ للديستال فالانكس، بس للبروكسيمال هاف. يبقى البروكسيمال هاف بياخد من برانش من الديجيتال ارتري قبل ما يخش في البالب سبيس. ربنا عارف البالب سبيس ده في الاخر كلوزد اريا، مش زيه زي الباقيين، بيستخدم كتير، معرض للتروما اكتر، معرض للوركينج هاند اكتر. فراح مديله مش بس البرانش ديجيتال كنهايه، لا اداله برانش بس قبل ما يخش في المعمعه، قبل ما يعدي السبتم اللي بين الديستال فولر والبالب سبيس. البرانش ده اسمه الابيفيزيال برانش، والبرانش اللي مكمل لغايه الاخر ومدي الديستال هاف اوف ذا ديستال فالانكس اسمه الديافيزيال برانش. طبعا انتوا عارفين ايه الفرق بين الابيفيزيس والديافيزيس. الابيفيزيس يعني الراس، الديافيزيس اللي هي ايه؟ الشفت. ديافيزيال برانش، يبقى ابيفيزيال برانش بيدي الارتيكولار اند اوف ذا ديستال فالانكس، والديافيزيال برانش بيدي بقيه الديستال فالانكس. اقولها تاني، الابيفيزيال بطريقه ثانيه، الابيفيزيال برانش بيطلع قبل ما نخش البالب سبيس من الديجيتال ارت، وبيدي البروكسيمال هاف اوف ذا سيرفنس. الديافيزيال ده اللي بيكمل وبيدي كاند ارتري الديستال هاف اوف ذا سيرفنس. هو ايه اللي انت رسمه الفالانكس ده؟ العظم يعني. اصلك لو ماتت ترومبوز بيحصل ايه؟ افاسكار نكروز. لكن خلي بالك لو حصل ثرومبوز بسبب ان هنا في انفكشن جامد جدا، هيعمل ثرومبوفليبايتس او يعني هيعمل كلوتنج في الفيسل، فالفيسل هيبقى ثرومبوزد فهيحصل افاسكولار نكروزز، لكن في الديستال هاف بس. ليه؟ لان البروكسيمال هاف الاوريجن بتاعه جاي له من الابيفيزيال برانش، والابيفيزيال برانش الاوريجن بتاعه جاي منين؟ من الديستال فولر سبيس. ما كانش موجود كله في البالب سبيس، فما تاثرش كله وما حصلوش ترومبوزس كله. فيتبقى لك البروكسيمال هاف عايش حتى لو الديستال هاف لا قدر الله حصل له ايه فاسكولار نكروزز ومات.
فهنا قصتي في ايه؟ انك ترسم المقدمه الاناتوميكال الاول، وبعد كده تقول لي البالب سبيس اهو، ادي الرسمه هي بتاعتها. هنا عندك بصمات بيسموها هنا اللانجرز لاين. لانجرز لاين هي خطوط الكريز عامه في جسمك، يعني في رقبتك مثلا في لانجرز لاين، ليها رسمه طبعا في الطب عامه، يعني ده في كل الكتب بقى الاناتومي والجراحه كده. لانجرز لاين عند كتفك، تعرف كل لانجر لاين بتبقى عامله ازاي، بتحطش حفاظ طبعا بالبراكتس، فتفتح عليها عشان ما يحصلش ايه، يعني ما صحش مثلا تيجي في البطن تروح فاتح ايه بالطول وانت تقدر تفتح بالعرض، لو انت مش انديكيت انك تفتح بالطول افتح بالعرض. ليه؟ لان الكريزز كلها بالعرض، فلما تعمل جرح بالعرض يبقى احسن. عشان كده مثلا يعني في الفتق مثلا اللي هو الاوبليك انجوينال هيرنيا، ادي الايه انتيوس بريك سباين وادي في سيمفيزس بيوبس، بنعمله اوبليك كده حلو، شكله بيبقى مش حلو. فلما بيكون طفل بقى ما بيعملش كده، بيعمل كده بلاش. ازاي ده؟ بنعملها كده زمان، لا دلوقتي لانز. ليه؟ لانه ماشي مع اللانجرز لاين، يبقى رايت ايلك فرصه تعمل فيها لانز احسن من الجريد اير. طيب بتفتح في الابسس بتاع صباع سيادتك كده اهو، على الصباع في الموست تندر بوينت وبوينتنج بوينت، الحته اللي مطلعها اللي هو البواب لو شافها هيقول لك ده فيها خرج، بس ايه بقى؟ ما تستناش الباص لغايه ما يطلع، مجرد ما العيان يبتدي يعني يستجيبش مضادات الحيويه تفتحها على طول، بدل ما يقعد ياكل في التيشوز جوه ويعمل لك ثرومبوزس في الارض. بس هتفتح ازاي؟ هتفتح على البصمه كيرفي كده لينير انسجن على البصمه في الحته الموست بوينت، يبقى دي سهله جدا. يبقى ايه اللي هيحصل؟ هيحصل انك تعمل درينج. طب حطيت ده زمان كانوا يعملوا كده، يفتح مثلا هنا ويفتح هنا ويحط درين موصله ما بين الاثنين، لا الكلام ده مش محتاجينه قوي. انت بتفتح في ناحيه واحده بس لبالب سبيس، ما فيهوش ايه؟ ما فيهوش يعني سبته كتير ولا حاجه، فخلاص بتفتح في ناحيه اللي هي الموست بوينتنج وتطلع منها دناء، وما تحطش دناء خالص براحتك، لكن ما تفتحش في الاثنين بصالون ببعض زي زمان. خلاص زمان كانوا ايه؟ بيأفروا شويه عشان بيحصل مشاكل من عدم الدرينج كويس، فخلاص اتعلمنا الحكايه دي ملهاش لازمه بقى. حاجه اسمها ايفيدنس بيزد ميدسن. يعني خلاص اتعلمت ان الطريقه دي مش هتفرق خالص في حاجه والدنيا هتمشي زي الفل، ما بتعملهاش، انها بتخسر عين برضه حاجات ثانيه. طيب تعالوا بقى نتكلم على الويب سبيس. انا طبعا خلصت ادي الصفحه اهي، انا خلصت ايه الصفحه دي، لكن اخش على الويب سبيس انفكشن. هقولها الصفحه دي ممكن تتكتب في الصفحه دي، بس انا عايز اقولها ليه في صفحه ثانيه؟ عشان الصفحه الثانيه لما يعني بصوا هي تتكتب وتتلخص في صفحه واحده، وهصورها لكم واحطها لكم بي دي اف على الجروب، لكن عشان ارسم براحتي وعشان اكتب كلام براحتي هضطر اعملها لكم ايه؟ في صفحه ثانيه. لكن انت ما تعملش كده عشان ما تزودش على نفسك اللود وتحس دايما ان هي سهله. خلاص؟ بصوا الرسمه دي موجوده عندكم في اول صفحه في الهاند اهي. انا ببص على الايد كده، قطعتها في النص وبصيت عليها. خلاص؟ فببص بلاقي هنا ايه؟ ادي الثينر وادي الهايبوثينر. خلاص؟ وهنا العظم بتاع حضرتك اللي هو ايه؟ اللي هو الميتا كاربال. ميتا يعني بعد، كاربال اللي هو كاربال بونز 8 اللي هنا، بعديهم الميتا، ميتا كاربال، وبعديهم الفلانجيز. فادي الكاربال الميتا كاربال بونز، واحد انت بتاع الثم، اثنين ثلاثه اربعه خمسه، طبعا بتبتدي تقييم من الكبير للصغير، دي قواعد يعني. وهنا لاترال وهنا ميديال. هنا بقى في حاجه ايه اسمها زي ما قلت لكم كده، اسمها الميد بالمر فاش، اللي هي قلت لكم سحبه الجلد لجوه، فاهي عامله كده ماسكه في الخامس هنا وماسكه في الثالث هنا اهي. خلاص؟ وهنا في سبيس سب كوتيكولر، وهنا في سبيس تحت الفاشل ده اللي قلت لكم عليه اسمه كولر اند شتاد. لو اتملى وفي هنا ديفكت بيوصلوا ببعض زي الدمبل كده. خلاص؟ يبقى في ثينر فاشل سبيس، هايبو ثينر فاشل سبيس، وثينر فاشل سبيس، وميد بالمر سبيس، وده ميديال وده لاتر. خلاص؟ كلام جميل. لما بيكون حاجه مشكله في الثينر بفتح هنا. هو ده ظهر الايد ولا وشها؟ ظهرها الدورس. يبقى دورسال انسيجن اون ذا لاترال بوردر، دورسال يعني ورا اهو، اون ذا لاترال بوردر اوف سكند ميتاكاربال بون سبيس.
مش هبوظ ايدي بقى، صحش كده خلاص. طيب لو كان في الهايبوثينر هيبقى على الميديال بوردر اوف فيفث ميتاكاربال سبيس، اهو كده اهو، هنا على اللاترال اوف سكند، هنا على الميديال اوف فيفث. بصوا على الميديال اوف فيفث، يبقى ادي بتاع الثينر ابسس وادي بتاع الهايبوثينر ابسس. سهله رسمه جميله جدا. يعني ايه بقى القصه؟ طبعا دول اسمهم الفاشل سبيس زي ما قلنا في الـ في الـ في الـ في التقسيمه، بون وجوينت مش مهم، ساينوفيال اللي هي التينو ساينوفايت اللي بتتحرك قراءه، لكن في كوتينيوس وسب كوتينيوس اللي هم البارونيكيا والبالب سبيس انفكشن والويب سبيس. لسه ما قلتش الويب سبيس، بس الرسمه دي خاصه بالفاشل سبيس. ايه بقى تاني حاجه؟ الفاشل سبيس زي الثينر والهايبوثينر وسبيس اوف بارونا مش مهمه والميد بالمر. فايه بقى؟ بص معايا، هتلاقي رسومات عندك في يا حبيبي صفحه، انتوا معايا كده على البتاع، انا عملت شيلد هنا اهو. طبعا ده الهاند انفكشن مقدمه، زودت بعض الحاجات عليها لو سمحت تلخص زي ما انا قلت لك. ادي البالب، شايف ما حدش يجي يقول بالب سبيس انفكشن بخمس درجات، الحته دي غلط. هتكتب كل ده وتكتب نبذه عن الكلاسيفيكيشن، البالب ده فين في الكلاسيفيكيشن، وتكتب ده وترسم رسمتك. اوعى ما ترسمش في الامتحان، حذاري. اللي بيرسم في الامتحان يا جماعه بيقفل الدرجه. يعني مثلا جالك سؤال اناتومي اوف ريكتم مثلا، رحت راسم لي الريكتم انتيريور ريليشن بوستيريور ريليشن لاترال ميديال برسومات، وبعدين قلت لي كام كلمه عبيطه في النص، اللي راسم بدي له درجه قويه جدا، ما بنهزرش، لان اللي راسم ده واثق في نفسه، وبعدين بيحاول يوصل لي الطريقه باذكى طريقه، هيوصل لي المعلومه باذكى طريقه، غير اللي ايه اللي عمال يلف ويدور ويملى الموضوع كلام. في الاناتومي لما ترسم تبقى حلو قوي، في سؤال زي ده لما ترسم توضح لي انك فاهم، لما تفهمني انك فاهم الديجيتال ارتري كذا وكذا، خلاص انا اصلا ما يهمنيش غير دي. او ما تفتكرش ان انا هقيم جراح على البالب سبيس انفكشن. خلاص؟ طيب. وادي الايه؟ الفاشل سبيسز زي ما قلت لكم، الرسومات بتاعتنا اهي. شوف بقى الرسمه دي جميله جدا. بص يا سيدي، انا خدت من الرسمه دي ايه؟ اكتب على الرسمه الشمال دي، دي تكتب عليها ايه؟ دورسم، وعلى اليمين دي بالمر. يعني بس مش باين ضوافر يعني، فلو سمحت ارسم ضفر هنا وضفر هنا وضفر هنا وضفر هنا وضفر هنا عشان تعرف انها الدورسم. فلو انا في انسيجن رقم واحد انا عندي ثينر ابسس بفتح كده على الدورسم، خلاص بالطول اهو. طب لو على الهايبوثينر بفتح كده بالطول برضه، بس دي لاترال للسكند متكرر ودي ميديال للفورث متكرر. طب انا مش عايز افتحهم هنا، والله هم مسمعين اكتر وبوينتنج اكتر تحت البالمر، خلاص هتيجي الواحد دي بدل ما تفتحها كده تفتحها هنا. انا قلت لكم ماشيه مع لانجرز لاين، فتفتحها هنا كده بالعرض شويه اهي. برضو بتاع الثينر، اه دي بتاع الثينر بس على البالمر اسفت. هو مين يقول افتح بالمر ولا دورسال؟ على حسب بوينتنج فين اكتر، خلاص. وادي ايه؟ الهايبو ثينر تتفتح بس على الدورسال، ماليش دعوه خالص بالبالب، خلاص افتحها بس على الدورسال، خلاص. يبقى الثينر تتفتح على الدورسال وعلى البالمر. الهايبو ثينر ما تلاقيلهاش هنا كلمه، يعني الحقيقه دي مش يعني ولا حاجه، يعني مش مهمه خالص، يعني الافضل انك تفتحها بالطول ورا. فلما تيجي تبص على النظري اهو، ادي الثينر وادي الهايبوثينر. هو كاتب لك برضو ممكن يبقى على الميديال بوردر اوف ذا فيفث ميتاكاربال بون، صح كده؟ فيرتيكال انسجن، يبقى اعلم على كلمه فيرتيكال واعلم على الميديال اوف فيفث ميتاكاربال. طب وفي الثينر؟ قايل لك ترانسفيرس عند الويب سبيس اللي هي دي، او فيرتيكال على اللاترال اسبيكت اوف باك اوف سكند ميتاكاربال اهو، يا دي يا دي. يبقى ادي الثينر والهايبوثينر، مكان الانسجن فين؟ دي اسهل حاجه، خلاص. امال بقى لو في ابسس في الويب سبيس ده كوتينيوس سب كوتينيوس مش فاشل بقى، بتفتح ازاي؟ اهو لو انا ورا
بفتح بالطول، ما بحبهاش خالص دي. ليه بقى؟ لان الفتحه اللي بالطول دي، بس يا حبيبي لان الفتحه اللي بالطول دي بصوا تقدر توصل بسهوله للايدج هنا، توجع جدا لو الصباعين دول اتفرقوا عن بعض. ليه؟ لان هيفضل الايدج ده صعب جدا يتفرق عن بعضه، يهيل مع بعضه، وهيبقى فيه وجع رهيب في الحته دي وفايبروسس. فما توصلش الفيرتيكال لو انت هتعمله، احنا ما بنفضلوش، ما توصلوش ابدا للايه؟ الحته دي. بص على الشاشه الصغيره، ما توصلوش ابدا هنا. ايه لا كده، ورغم ذلك ما بحبهاش خالص. طب الاحسن ايه؟ كده اهو، اعمل لك ستوب شير عشان تشوف اهو. افتح الويب سبيس كت. طب هنا كده، طب هنا كده. طبعا انت بتشوف ايد كلها مورمه، بس اكتر حته ابتدت فيها بالهيستوري وبالاكزامينشن، فتفتح عليه ايه دي اللي معبيه باص، لكن الايد كلها بتبقى مورمه طبعا، والعين غالبا ما بيبقاش جاي عامل اليفيشن ولا واخد انتيبيوتكس، هو بلاوي سود. فالويب سبيس بتفتح عليه بالعرض في البالمر، بالعرض في البالمر، بالعرض في البالمر، بالطول في الدورسل، بالطول في الدورسل، بالطول في الدورسل. وانت ما بتحبش اللي بالطول، وانت عارف ليه. لو اكستندد منك سواء بالعيان انه يفتح او انت بمشرطك، خلاص خلصت، جيم اوفر، وصلت للحرف ده بقت فيري بينفول وريزيستنت للهيلينج. فعشان كده لما اقول لك اهو، شير سكرين تاني اهو، ادي يا سيدي الانسيجن لاينز، البالمر اهو بيبقى بالعرض، الدورسال بيبقى بالطول، ادي الويب سبيس. اه انت شرحت لي كده بقى الانسيجن بتاع كمان البالب سبيس اهو، يا هنا يا هنا، خلاص يبقى شرحت لي الانسيجن بتاع البالب سبيس، وقلت لك انه ممكن يبقى ايه؟ بارونيكيا، يعني ممكن يبقى على الدورسال هنا، وقلت لك بيبقى اوبليك، خلاص. يبقى البالب سبيس طبعا مش بيبقى اوبليك ولا حاجه، البالب سبيس بيبقى اكتب عليها ويذ لانجرز لاين، اللي هي مع البصمه، بالعربي مع البصمه ويذ لانجرز لاين، خلاص. يعني غالبا بيبقى اوبليك بس بيبقى واخد كيرف شويه، خلاص. او لا هو والله يحتاج ناحيتين فبحط ناحيتين، بس قلت لكم بطلنا نعمل الحكايه دي، بنعمل في ناحيه واحده بس وتبقى ماشيه مع البصمه، خلاص. المهم طالما انت دريند خلاص انت في السيف سايد. امال ايه بقى رقم اربعه؟ دي حاجه اسمها الميد بالمر. بص على الشاشه الصغيره، الميد بالمر اهو مع الكريز اللي هي بتاعت 81 و18 والكلام ده اهو، الحته دي ميد بالمر. تفتح بقى، طب هو بقى مجمع تحت البالمر فاش، كمان بتضطر تفتح جوه البالمر فاش. انت لما مجرد مدخله تحت الجلد هنا، اه ده في باس وكل حاجه، لكن تحت البالمر فاش كمان في باس. لحظه واحده ارد على التليفون و هرجع معك. ايوه لا العمليه الساعه 10 اصلا، ليه في حاجه ولا ايه؟ لا 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 اقول له 10، ممنوع اقول له 10 خلاص، وممكن نبدا 10 ونص كمان عشان بس ما اتصلش بيا دلوقتي. لا اتصل، اتصلها قبل. ماشي 10 10 ونص ان شاء الله. خلاص طيب، يبقى اذا عندنا الرسومات جميله جدا واضحه جدا. ايه بقى قصه الهيلتون ميثود؟ بصوا يا قصه الهيلتون ميثود كالاتي. هذه الهيلتون انا شرحتها قبل كده بس في الباراتوت. هي ايه القصه؟ القصه بساطه شديده، انت بتفتح على الابسس في اتجاه معين بس في الجلد، وبعدين تفتح تحت الجلد في اتجاه معاكس، يبقى غالبا بيربنديكولار على الاتجاه الاولاني. هتسالني سؤالين، طب انت ليه فتحت في الجلد في الاتجاه ده؟ اقول لك ويذ لانجر لاين. زي مثلا واحد اهو، ودن اهي، والتريجس اهو، والباروت ده اهي، رحت فتحت كده ماشي مع اللانجر، ادي ودن اهي، ادي الباروت ده اهو، خلاص اهي ماكس ودنه، وادي الباروت.
ففي ابسس ففتحت ايه كده. دي كوزمتيكالي حلوه جدا حلوه جدا يعني ماشيه كده بالطول شويه مع التريجس لو عملتها بالعرض تعمل بشله. لكن انت وانت داخل بقى جوه في السب كيتيني في السب كيتينيس بقى جوه الباروتيد سبستانس نفسها انت عندك الفيشل نيرف عامل كده سوسو زوغ بدري مع توتو او توتو زوغ بدري مع سوسو صح تيمبورال مش عارف زي جوماتيك الكلام ده اللي هي الايه الخمسه برانشز لغايه البلاتيزما خلاص او اللي هي سيرفايكال سوسو اهو سيرفايكال خلاص جبت البلاتيزما ادي الخمسه برانش بتوع الفيشل نيرف يبقى العصب السابع اهو. اما تخش بقى تسلك الباس تفتح بآله الآله دي اسمها ارتري او ساينس فورسبس ايا كان ما ينفعش تفتح كده تمزع الايه البرانشات فتفتح بارلل ليهم فاهمين. انا كده لما بفتح كده ما اقدرش اقطع برانش لكن لما افتح كده افرق البرانشات عن بعضها واقطعها. فالفتحه اللي في الجلد السوبرفيشال دي ملهاش دعوه بالفيشال نيرف تبقى عمودي عليهم براحتك. لكن لما تخش بآله تخش كده وتسبريد الآله كده فعمرك ما تقطع برانش منها. لو قطعت برانش مصيبه الفيشال نيرف كاس هو ابسس وكل حاجه كده ما تبقاش عامل كمان ياتوجينيك انجري. فلما تعمل في اتجاه في السب كيتينيس وبتعمل الانسيجن في اتجاه تاني الاثنين دول مختلفين عن بعض دي اسمها الهيلتون ميثود. نفس الكلام هنا ادي الايد اهي وادي الويب سبيس اهو فتحت الجلد في اتجاه بالعرض لما دخلت بقى بالارتري ادي الارتري اهو مثلا فرقتهم عن بعض التيشوز والسبت عشان تفتح الابسس والدرين بس في اتجاه الايه بيربنديكولار على الانسيشن. يبقى السؤال الثاني ليه بتعمل في الاتجاه ده عشان احافظ على الديجيتال نيرفز والديجيتال ارتس الديجيتال نيرفز والديجيتال فيسلز. طب ليه ما عملتش الانسيجن في الجلد بالطول عشان ده ضد الايه اللانجرز لاين. فانا استفدت بالانسيجن بالعرض وعملت الايه التسليك جوه بالطول لان اللي بالعرض مع اللانجرز والتسليك الطول جوه يحافظ على الاستراكشرز اللي جوه. هي دي الهيلتون مفيش كلام خلاص يا موضوع سهل جدا خلاص. وكذلك لما تيجي تتكلم على الميد بالمر الميد بالمر سبيس بتقول ايه بتقول هقول لكم اهو ادي شيرسكينا اهو بصوا يا جماعه الميد بالمر اهو ذير سكولار شتاد ابسس انتوا عارفينه خلاص بقى اللي هو زي الزرار كده اللي بايه اللي بيجمع لبس في حاجه بره وحاجه جوه زي الدمبل ان سايز الونج وان اوف ذا هاند كريز قلنا اهو بص على الشاشه الصغيره هنا كده اهو واحد من الكريزز ما تبقاش غبي تسيب الكريز وتروح فاتح في حته ثانيه. طب ما ربنا خلق لك كريز افتح فيها على الاقل عشان ما تبانش بعد كده الجرح. دريننج ذا سبكتينس ابسس ذا هول ان ذا ابونيروزز ابونيروز ده اللي هو البالمر فاشل اللي قلت لكم القاره بتاعتها فوق عند الهيد اوف ذا كاربال ايه متكاربل بونز والابيكس بتاعتها تحت عند البالماريس لونجز. خلاص المهم هتروح تعمل ايه بقى دريننج ذا سبكوتينيس ابس وبعدين هول في الابونيروز تخرمه وخش تحتيه. طبعا بيتشخص ساعات ان في تحت الابونيروز وفي ساعات ما فيش فممكن لو هو في كميه كبيره تحت الابونيروز لازم تفتح كويس جدا والدرين وتحط درينها جواها دي اكتر حته تبقى مدفونه جوه تو درين ذا سب ابونيوروتيك كولكشن. يبقى الميد بالمر يبقى في جزء سوبرفيشال وجزء ايه وجزء ديب خلاص. قصة بقى ايه ترانسفيرس انسيجن از دان لايك ذات اوف ذا ويب سبيس وهيلتون ميثود تو انتروديوس ذا ايه الريتو تندينيس دي قصه ما بنعملهاش الحقيقه. بيقول لك تخش بال زي الويب سبيس تفتح زي الويب سبيس كده وتخش بالساينس فورسبس او بالارتري من تحتيها وتخش توصل للبيت بالمر سبيس والساب ابونيوراتيك سبيس صعبه جدا. الصح تفتح عليها هي هنا كده في الكريزز مش تفتح في الويب سبيس وتخش. فبيقول لك ممكن تقلد هيلتون ميثود بتاع الويب سبيس بس توصل للبيت بالمر ايه اسبكت. كذلك الثينر بيقول لك ايه اهو هيلتون ميثود. ليه هيلتون ميثود انتوا فاهمين ات از ايه انك بتفتح بالعرض مثلا كده وتروح مسلك بالطول اهو ادي الثينر تفتح بالعرض وتسلك بالطول. لو انت فتحت على البالمر بتفتح بالعرض وتسلك بالطول. طب لو انت فتحت على الدورسال لا خلاص بقى ما انا فاتح اصلا بالطول وهسلك بالطول اسمها برضه هيلتون. اسمها هيلتون مش مهم بقى خلاص القاعده القديمه الكلاسيكيه بتاعت ان انا بيربنديكولار على بعض هي الفكره ان انا دخلت فورسبس جوه وسلكت فما تقولش عليها مش هيلتون هي هيلتون برضه. لكن الامانه كلاسيك هيلتون هو ايه هو ان انت تعمل اثنين بيربنديكولار على بعضهم. الفيرتيكال انسيجن بقى ركز معايا
بس والهايبوثينر اهو. يبقى من الاخر كده الهاند انفكشنز يا جماعه عندك رسمه فيها الانسيجن لاينز، البالمر عليه الويب سبيس وعليه الثينر وعليه الميد بالمر وعليه بتوع البالب سبيس، سواء واحد او اثنين، وممكن تعملهم بالطول او بالبصمه. طيب والدورسم الثينر والهايبوثينر قلنا اماكنهم فين؟ بالطول، دايما الدورسم كله بالطول، والويب سبيس بالطول ما احبهاش. يبقى خلاص الموضوع سهل جدا. العيان الهاند ايه؟ الهاند انفكشنز الرسمتين دول والرسمه دي، خلاص. وما سبق من ايه؟ من كلام قلناه في الصفحه الاولانيه من الجنرال رولز اوف مانجمنت والكلاسيفيكيشنز، واهم حاجتين فارونيكيا والبالب سبيس. سهله، بصوركم ان شاء الله. طيب الحاجه الثانيه بقى، الحاجه الثانيه الا وهي الانجروينج تونيل. ناس ربنا يعني ابتلاهم بان هم يبقى، اكيد في ناس منكم كده هيقول طبعا هو مين اللي كده الجروينج تونيل ده ايه؟ يقول لك بيحصل ان انت ساعه للاسف يعني بتقص ضوافرك بطريقه غلط. على فكره مش هو ده السبب دايما. الطبيعي لما تقص ضوافرك ما تقصوش كده، تقعد تحنتف لغايه ما تخليه عامل زي القبه كده، غلط كده غلط. ده بيخلي فيه ودان هنا وبيخلي فيه شارب ايدج هنا، يقعد يحفر في الايه؟ يحفر في السوفت تيشو، فيعمل زي السكين عمال يحفر فيها لغايه ما يورمها، فتلاقيها بقى ايه؟ حاجه ضخمه جدا اهو كده اهو، وتبتدي بقى تحمر وتبقى زي الزفت. خلاص؟ وده بتتكرر كتير، واكتر حاجه في الهالوكس طبعا ممكن تحصل، يعني في الهالوكس ناحيه الميديال وناحيه اللاترال. خلاص؟ والاشهر طبعا ناحيه الميد لاين اللي هو ايه؟ الميديال. خلاص؟ يقول لك كومن بروبلم، بيبقى فيه شارت ايدج. هي كومن بروبلم كومن جدا، والعمليه بتاعتها سخيفه جدا، وما بتعملش صح يحصل ريكرنس، والعين يفضل وراك على طول يطردك ويحسسك بالغباء ويحسسك بالفشل. فمن الاول تعلم عملياتها الصح تبقى عامله ازاي. شارب ايدج بتاع البيك تو ده، لانك انت خليته شاربر وعملت حنتف فيه بالقصافه وبالمقص، تخليه ايه؟ يترازل على السوفت تيشو، فيقعد يحفر فيها وينجرو جواها. ينجرو يعني ايه؟ ينمو في الداخل. ينجرو ينمو في الداخل. خلاص؟ ماشي. دي اول حاجه. تاني حاجه يقول لك ايه؟ طب صحيح بالمناسبه بقى، امال تقص ازاي الضفر؟ تقصه كده. اهو. يعني ان لم تقصه كده، لو مش هتقدر تقصه كده، قصه كده. ان لم تقصه كده، قصه كده، يعني اضعف الايمان انك تقصه ايه؟ ستريت. لو عايز بقى تبقى حلو قوي، تقصه كونكيف. محدش بص كونكيف طبعا. اذا كان القصافه نفسها في حد ذاتها يبقى ليها ايه؟ كونكيف عشان تخليه كونفكس. غلط طبعا. بس على الاقل على الاقل خليه ستريت. بحيث ان ما يبقاش فيه حته تقعد تخش في الجلد وتترازل عليه بوردر يعني، يا دوبك بس هيبقى دي وفي الهواء خلاص. ولو سمحت ما تقصش جامد يعني القص يبقى يا دوبك، بحيث ان ايه؟ يبقى الضف عند الايدج مش باين غير بس حته صغيره من البالب سبيس بس. لكن في ناس تقعد تاكل فيه، تاكل لغايه ما تدخله جوه. غلط. انت مش مطالب ان انت تقعد ايه؟ تقصقص لغايه ما تبين اللحم، لغايه ما تبقى اللحم يركب. في ناس بيبقى شكلها فظيع، يبقى حته الضف صغيره جدا واللحم كله قد كده، قطر القرقضه. غلط. ما تقعدش تاكل بقى في الحتت دي، ساعات بتبقى جعان تقعد تاكل في الودان، خصوصا في الامتحانات وفي الاستريس، تقعد تاكل في الودنه دي وفي الودنه دي، تاكل حته من هنا حته من هنا حته من هنا حته من هنا لغايه ما تخلص كل الحتت دي وتخليها بقى ايه؟ فرايبل جدا ولونها محمر كده بينك. لا، كل ده غلط. خلاص؟ وطبعا بيسبوز لانفكشن، مش معنى ان انت عملت وما حصلش انفكشن انه مش هيحصل بعد كده، لا ممكن يحصل بعد كده، تعرف ان انت الايه؟ السبب. فالانجروينج تونيل عمليته سخيفه جدا، الاصل ان احنا ساعات بنسيبه كونزرفاتيف وتقعد تدهن مراهم وكلام من ده، لكن لو اضطريت للجراحه حاجه اسمها الويب ريسكشن. تعالوا نشوف الويب ريسكشن. شير سكرين. شايفين كده صح الشاشه؟ لا مش باين يا دكتور. مش باين؟ طيب يبقى هعمل شير من جديد. ها شايفين كده؟
ايوه يا دكتور. بصوا يا جماعه دلوقتي ادي صباعه شايفين طبعا الايه الانجروينج اهو فظيع وده ناحيه اللاترال هو بيدي دلوقتي ايه حاجه اسمها رينج بلوك بيخدر الديجيتال نيرف هنا ببساطه شديده يعني والديجيتال نيرف هنا فمش هيحس الايه مش هيحس طبعا من نوع الادرينالين في الحته دي لان في اند ارتز هنا فعشان تدي فيها ادرينالين خاص الكلام ده عليه ديبيت على فكره بس مش هقول لك افهم الكلاسيك تيتشنج بس انت بتحط ايه زايلوكين وماركين اللي هو البوبيفاكين والزايلوكين حاجه لونج اكتنج وحاجه شورت اكتنج ما تخدر طبعا بتسيبه فتره يعني تسيبه 10 دقائق ربع ساعه مفيش حاجه اسمها تقعد ايه عامل الرينج بلوك وتروح شغال على طول اه بصوا بقى هنا يا جماعه لحظه بص بقى حط تورنيكيه شايفين تورنيكيه تورنيكيه ليها تايم على فكره يا جماعه طبعا ده الناحيه السليمه ادي الناحيه الزفت الايه الانجروينج وهنا في جرانيليشن لازم تشيل الفكره لازم تشيل ويدج لانك حته تشيل حته من الضفر والكلام الاهبل ده غلط فبياخد ده هو بيقطع في الضفر كده في ناس بيقول لك انا مقروف من الدم دم ايه يا ابني وده دم اصلا المفروض تبص لحاجه زي كده مبسوط لو مش مبسوط ما تاخدش جراحه خد هنا انسجن وخد هنا انسجن فبينهم ايه قطعه تشو وبيبقى قرب لبعض وهو نازل ليه لانها ويدج تحت يعني غراميه شويه بس هو بيشيل الضفر وبيشيل البيت بتاعه اللي هو الماتريكس الماتريكس اللي هي الارضيه بتاعته اللي بتطلع الضفر وعليها جرانيوليشن طبعا هيكويها بماده كيميائيه عشان ما تطلعش تاني جرانيوليشن ان هيلث شوف بقى اهو خد الايدج هنا بحته من الضفر قطع في المشط في الضفر اه بتقطع بسهوله جدا هو سوفت شويه مش هارد قوي بيوصل للعظم خلي بالك وبيعمل كريتج هنا عند العظم خلاص شاله خالص الوجه اهو اوعى تفتكر ما هيخيطه في ناس تحب تخيطه بس مش صح قوي هو ما هنعمل ايه مش هخيطه هنسيبه يبدا يملا جرانيليشن لوحده شوف بقى عند النيل بيد ريموفنج النيل ماتريكس انا مش عايز الحته دي يطلع فيها تاني ضف ويهري لي في الجلد ابتدى ينظف هيحط حاجه اسمها فينول كيميكال ديبرايدر كده عارفين القطنه بتاعت الودان هيروح حاطط فيها فينول ويسيبها 3 4 دقائق اهي بص بقى هيحطها في الحته دي اه هيروح عامل طبعا ده شغل نظيف مش هتشوفوا الكلام ده مع كل الناس عندكم يعني في الشغل البراكتس عندنا في مصر نجيب لكم فيديو اجنبي شغل نظيف عشان ما يحصلش ريكرنس مش محسوب مش معقول يعني بجيب لك فيديو متنقي خلاص حافظ على الحته دي وحد شعب يقول لي انا عندي جروين تونيل ها بالمناسبه النظريه بتاعت القص والحاجات دي مش صح قوي ليه؟ في ولاد بتتولد كده عندها انجروين تونيل طب وده ما قصش اصلا ضفر ولا مره فده بيدل على النظريه مش صح اصلا عنده يومين مثلا عنده انجروين تونيل هنا بيعمل فلاشنج ويغسل خلاص شايفين مفيش دم دلوقتي ليه؟ لانه حاطط تورنيكي بس هيحط الشاشه كومبريسنج وبعدين يفك التورنيكي شايفين بقى خلاص الضفر ما بقاش قادر ايه ده حاجه اسمها ستير ستريبس طبعا بدل ما ياخد اي غرز انا مش عايز غرز وفورين بودز تقرفني وتعمل لي انفكشن اكتر في ناس تحب تاخد غرزه هنا وغرزه هنا او غرزه واحده بس تقرب بس تشوف تساعد الجرانيليشن ان هو يتكون طبعا ده شاش سفراتول او الفازلين اللي هو بيمنع النواه اللي فوقيه يلزق في اللي تحت وبيحط هنا الشاش كومبريسيف شويه بيشد عليه سنه وكده يفك التورنيكيه فلما يحصل شويه دم ولا حاجه بقى خلاص ما انت عامل كومبريشن فوق خالص طبعا عمليه مؤلمه جدا مقرفه جدا متابعتها متعبه جدا في العياده بس هي عمليه لابد ان حد في الاخر يعملها لانها حالات هي منتشره كتير جدا وساعات تخرجك من الجيش ايام زمان يعني ودي حاجه اسمها الجبسونه بيستخدموها في العظم لو بلتوها تبقى جبس خلاص بس هو هنا بيعمل بيها ايه؟ سلاب يعني زي السلاب كده خلاص يا جماعه طيب تعالى بص لي على الانجروث طبعا هو سؤال مش مهم اقل اهميه طبعا من السبيس انفكشن بس ايه نبقى عارفينه
ادي يا سيدي دكتور. نعم دكتور، هو ليه حد ليكويد فينول؟ الفينول بيعمل ديبرايدنج لاي ان هيلثي جرانيوليشن، يمنع ان الماتريكس تطلع بعد كده. انا شلت الماتريكس بالكريتج وشلتها بالمشرط، بس عايز بقى امنع خالص انها تطلع ضفر بعد كده تاني، فكانه بيعمل كوتري الحته دي. تمام. بصوا هنا الانجروينج تونيل صفحه كام؟ في المصل والتندون صفحه 60 اهو. ادي الانسنس ديفينيشن، ادي البريديسبوزنج. ده سؤال بخمس درجات. خمس درجات ده كويس قوي عليه، مفيش تسويدات فيه خالص. وانت عارف البوزيشن طبعا اون ذا باك والتورنيكي والانستيزيا واللونجينال انسيجن، وتشيل ايه ويدج ما بينهم، والجاب ما بي ليفت هيت وجرانيوليت، وخلاص ممكن تحط واحد اثنين او ثلاثه سوتشرز وخلاص. ماشي، يبقى ادي الانجرون تونيل. في حاجه بقى اسمها الكاربال تانل سيندروم، لازم ترسم لها رسمه وتخلص. ايه بقى الكاربال تانل سيندروم؟ عايز اشرحه من الاول. بصوا يا جماعه، انا بس هجيب ايه كان قهوه بس كده. ساعات بكسل اقعد اعمل قهوه فبجيبها جاهزه. انا جايب مكنه اسبريسو عندي، بس الكبسول زي ما تخلص خلاص بقى بزهق. ارسم الرسمه دي، بعدين بقى هقلب صفحه. خلاص دي صفحات سكتش. ارسم الرسمه دي كالعادة. فيه انتوا عارفين طبعا ان في كاربال بونز، كاربال بونز تو روز، مش مهم اسمائهم، تقعد تحفظهم لوحدك ان شاء الله في الاناتومي. اكيد فاكرين بي زي 4. الروز دي اثنين صفين ورا بعض، مش كده ثمانيه، اسمهم كاربال بونز او ريست بونز. فوقيهم حاجه اسمها الفليكسور ريتيناكلم، زي ما في برضه اكسنسور ريتيناكلم، وفي على فكره برضه في الـ في الـ في الانكل تحت. الفليكسور ريتيناكلم ده عباره عن فايبرس تيشو، فايبرس تيشو فظيعه. هنا بصوا هنا كده الفايبرس تيشو الفظيعه دي تايت جدا، فشه رهيبه. فلو السبيس اللي تحتيها زاد فيه الضغط هي مش هتاخد وتدي معاه، هي مش الاست، فالضغط هيزيد خلاص. بيزيد ليه بقى؟ الاسباب غير معلومه. اوعى تقول لي الكاربال تانل معروف اسبابه ايه. اوعى يقول لك الديس اوردر بقى ممكن يحصل في الميدل ايج فيميل. طب وليه يا حبيبي في الميدل ايج؟ مش عارفين من 40 ل 60 يعني في الميدل ايج مش عارفين. ممكن يحصل بسبب الروماتويد ارثرايتس، وانت عارف اصلا سبب الروماتويد ارثرايتس ده مؤد اوتو اميون. ممكن بسبب الاكزيديما، ممكن بسبب البريجنسي او وقت البريجنسي ويخف. ممكن حاجه اسمها ستلوزنج تينو سينوفايتس او تينو تينو سينوفايتس. خلاص، ممكن ايديوباثيك. تخيل يعني في الاخر يقول لك ايديوباثيك. طب ما من الاول بقول ايديوباثيك بقى خلاص، لو حد فاهم حاجه. وانت لما قلت لي مثلا انه في اثناء البريجنسي فهمت السبب ايه، فكلها ايه. فعندنا لحظه بس ماشي. فعندنا هنا في تندونز، تندون دول بتوع الفليكسور ديجيتورم سوبر فيشاليس وبروفانت. خلاص، طبعا انتوا عارفين السوبر فيشاليس بتعمل انسبشن فين؟ في الميدل. و لحظة ابني مشغل كرتون بصوت عالي قوي فمعلش. ف دلوقتي عندنا التندونز في قلبها
نيرف اسمه الميديان نيرف. وعلى فكرة الميديان نيرف قبل ما يخش تحت الفليكسور كنكلم بيدي برانش للبالمر اسبيكت بتاع الهاند. هو طبعا بيدي اللاترال 2 ثيرد من البالم واللاترال 3 اند هاف فينجرز. هنقوله في النيرف الكلام ده لاترال 3 اند هاف فينجرز. طبعا النيرف ده كله اناتومي، فانا عشان كده هقول لكم الاناتومي هتفهموا كل النيرف خلاص. بقى سهل 3 اند هاف فينجرز و لاترال 2 ثيرد. فالميديان نيرف طبعا لما يبقى انتراد كل ده مش هيبقى يعني الاحساس فيه وحش، لكن هو ليه برانش، ليه برانش قبل ما يخش تحت الفليكسور كنكلم بيطلع سوبرفيشال الفليكسور كنكلم، ما بيتاثرش بالايه بالحاجات اللي في السبيس دي، ويدي للحته بتاعه البالمر اسبيكت اسمه بالمر برانش. فيبقى انت فاهم ان في جزء من الميديان نيرف بيدي فوق الفليكسور كنكلم، لكن كل الميديان نيرف جوه في وسط التندونز الثمانيه بتوع الفليكسور ديجيتورم سوبرفيشاليس و بروفانتس. خلاص. وحتى نقول كمان وكمان الفليكسور بولش، فليكسور بولش لونجس وفليكسور ديجيتورم سوبرفيشاليس وبروفانتس. خلاص. الفليكسور بولش لونجس بيبقى ايه؟ بيبقى في حاجه اسمها الراديال بيرس زي ما قلت لكم اللي هو الساينوفيال شيب والفليكسور ديجيتورم سوبرفيشاليس وبروفانتس. وبعدين يا سيدي بعد ما يعدي في الفليكسور كنكلم في الهاند الميديان نيرف بقى بيدي موتور سبلاي زي ما قلنا للماسلز كلها طبعا بتاعه الثينر، الثينر ماسلز خلاص الثينر ايمنز كلها واللاترال تو حاجه اسمها لاترال تو لامبكلز هنقول برضه مع الالنر نيرف ويدي سنسور سبلاي لللاترال 3 اند هاف فينجرز 1 2 3 ونص الايه ونص الرينج. خلاص. وقلنا البالمر برانش اللي بيطلع اباف الفليكسور كنكلم ويدي ويبقى سوبرفيشال فليكسور كنكلم ويدي ايه البالمر اسبكت. للاسباب الغير معلومه دي خلاص بيحصل بقى اثناء البريجنانسي في الميدل ايدج في ميلز مش عارف ايه في اوتو اميون ان نون كوست في الاخر بيبقى انتراكت. الحل يا جماعه ببساطه شديده اولا تفرقوا عن مشاكل ثانيه بتعمل برضو وجع في الايد. يعني مثلا انا مش عارف هو ده جاي من الميديان نيرف انترابد هنا ولا جاي من حاجات تانية بروكسيمالية. ففي حاجه اسمها نيرف كوندكشن فيلوسيتي. ليه؟ انا كان عندي حاجه اسمها سيرفايكال سبونديلوزيس وشرحنا ثراسيك اوتلت سيندروم. فالنيرف كله في مشكله ولا النيرف من بعد الفليكسور كنكل في مشكله؟ يبقى نيرف كوندكشن زودوا في الانفستيجيشن نيرف كوندكشن فيلوسيتي عشان يفرق مع ثراسيك اوتلت وسيرفايكال سبونديلوزيس. خلاص يبقى نيرف كوندكشن فيلوسيتي ان سي في ده مهم جدا مش هتلاقيه مكتوب عندكم. طيب ايه بقى اللي بيحصل؟ وجع في الثم ما هو بيدي موتور للحته دي وجع سنسوري للثري اند هاف فينجرز لاترال ماشي وبيزيد لما تعمل فليكشن للريست. شوفوا بقى لما بعمل فليكشن للريست لمده دقيقه يزيد البين هتلاقوه مكتوب عندكم اكتبوا جنبها لو سمحتوا ايه فالن تيست. فالن تيست يعني ايه يا حبيبي فالن تيست؟ فالن تيست يعني انت بتزود البريشر هنا بانك تعمل فليكشن للريست فلما تعمل فليكشن للريست فيزيد البريشر التنميل يزيد والوجع يزيد. خلاص لمده دقيقه بس. امال ايه الثانيه بقى؟ قالك لما تعمل بيركشن عليها الميديان نيرف مزنوق فيسمع الوجع بتاعه في الديستريبيوشن اريا بتاعته. يبقى بيركشن اوفر ذا كاربال تانل تعمل كده دي اسمها تينل تيست. اسمها ايه؟ تينل تيست. يبقى في تينل وفي فانل فالن. الفالن يعني ايه؟ اعمل فليكشن فزود البريشر لمده دقيقه لازم استنى شويه فيحصل ايه؟ بين في الديستريبيوشن بتاعته. امال التنل تعمل بيركشن دايركت بيركشن مش بتعمل كده لا بتعمل دايركت بيركشن على الكاربال تانل يسمع في الميديان في الايه في الديستريبيوشن ايه بالتنل والفالن حاجه بسيطه جدا بس لو انت اتسالت عليها ومش عارفها تبقى عبيط. ليه؟ لان حاجه بسيطه ما خف وزنه ايه وغلى ثمنه. هو واحد يطلع يقول لك انا عرفت اجاوب الفالن والتنل. يا ابني هو ايه الفالن والتنل اصلا؟ فرق عنك في ان انت تعرف الفالن والتنل انت عارفهم وانا مش عارفهم في دقيقه بالظبط. ماشي؟ وانت ممكن يبقى يجي لك وهم كده برضه
من بعض اصدقائك اللي يقول لك احنا جاوبنا واتسالت في فلق واتسالت في فينل وعمال يعملك ولا حاجه اصلا، انت اشطر منه اساسا ساعات، بس ساعات تفقد الثقه في نفسك. خلاص زودت النيرف كوندكشن بلاستي وزود ال بس والفالن تيست والايه والتينل تيست بس، في الباقي هتلاقي بقى عادي. البالم طبعا الاحساس بتاعه بيبقى كويس لان في بالمر برانش بيعدي من الفيكسور نكلم، دي هتقولها في كلينيكال بيكتشر. وساعات تاخد كورتيكوسترويدز، في ناس بعض الناس تحقن كورتيكوسترويدز العصبيه بالذات يحبوا يحقنوا، هم ملهوش دعوه بالجراحه، الجراحه اللي بيعملها طبعا الاوعيه والجراحه العامه، بس دلوقتي الاوعيه مين لي يعني خلاص. وبعض التجميل بيعملوها، بقول لكم حته جراي اريا برضو الكاربال تانل دي، ما الفاسكر دخل فيها مؤخرا، الجراحه العامه كانوا بيعملوها زمان، البلاستيك هم اللي سيطروا في اخر فتره. فهم بتوع التنادن اصلا تندونز بلاستيك، اما انت كاوعيه انت مالك ومال الاوعيه يا اخي. فانا بستغرب ساعات ان الفاسكر بيشتغلوها، هي بصراحه مش دي بتاعتهم خالص يعني، بس بما انها يعني في وسط الشغلانه، وهم اصلا ايديهم حلوه جدا، الفاسكر ايديهم حلوه جدا لان هو شغلته كلها اصلا الدم بيسلك دايما على الفيست، هتشوفوهم يعني. انا زمايلي حتى بتوع الفاسكر لما خدت معاهم فترات كده طويله في الشغل، لا ايديهم ممتازه بصراحه يعني. يعني انا طبعا ايدينا احنا حلوه جدا كفاين سيرجن، هم ما يعرفوش يعملوا اللي احنا بنعمله، بس هم اجرأ مننا جدا تسليك على الفيسل وتسليك على البرانشز. احنا بنخاف شويه عشان احنا بنبقى في الاطفال وفي النيونيتس تبقى الدنيا ايه فيري فاين، لكن في ناس بقى لا في الفاسكر يشلك على الفيبرال كده ايده سالكه اسلك من بتاع جراحه. تخيل بقى كل الدرجات دي اعلى من بعض، عمالين نعلي على بعض. بالمقارنه بقى مثلا جراحه مخ واعصاب وجراحه قلب وصدر، بتلاقيهم بقى عندهم علم شويه في القلب فياخد شويه من السكيلز بتاعتهم، علم شويه في الايه في المخ والعصبيه فياخد شويه من الايه من السكيلز بتاعتهم، الجراحه عندهم شويه اقل في السكيلز. ومثلا هديكم مثال، مثلا الكاردو تراسيك بيحتاجوا دايما يسلكوا على السافنس عشان ياخدوه يحطوه في الكابج، فتلاقيهم ايديهم مش سالكه زي الجراحه العامه، فبياخدوا وقت قوي عبال ما ايه يسلكوا في الحته بتاعه السافنس دي، لانه مش معقول هجيب واحد جراحه عامه يسلكها لهم. الاجانب طبعا بيعملوا كده، بيجيب واحد جراحه يسلكها لهم ويمشي، لكن عندهم لا خلاص بقى شغلانتهم هيعملوها كل يوم فيضطروا يتعلموها. تلاقي واحد قلبه صدر بيفتح في الرجل، ان دي من اشهر العمليات عندهم الكابج خلاص. فالكاربال تانل ببساطه شديده، انا عندي بريشر رهيب اروح قصص الفيكسور تنكل، هيحصل ايه يعني؟ فبص معايا ادي يا سيدي، معلش نجيبها لكم من على الانترنت كنتش لحقت نزلتها دي، لا مش دي، لا مش دي. هوريكم حاجه ما شفتوهاش قبل كده ولا هتشوفوها مع حد غالبا يعني. شايفين كده الشاشه؟ ايوه يا دكتور. بصوا يا جماعه الفتحه طبعا هو حاطط تورنيكيه بس انتم مش شايفينها متغطيه فوق بالفرش. بصوا الفتحه فين بقى؟ جميله قوي. بص الفتحه صغيره ازاي؟ ليه بقى؟ لان هو مش بيعمل الفتحه الكلاسيكيه، الفتحه الكلاسيكيه انتوا هتلاقوها بالطول. انتوا شايفين الشاشه اللي فوق الصغيره؟ فتحه كلاسيكيه كده. شايفين ايدي؟ حد يرد على امي يا جماعه. ايوه دكتور شايفين. الانسيجن ده بتاع الاوبن يا شو. ما بتعديش انت الكريز ده خالص، بتشتغلي فيه وتخش بقى تحت الجلد تقطع الفيش بتاكل هنا. ما صحش تعدي اللانجرز لاين. فبتفتحي على ده. ما تعديش الكريز بس من تحت الجلد تعملي. هنا لا بيعمل حاجه ثانيه خالص، بيفتح على الكريز بالعرض. فهو مع اللانجرز لاين برضه، بس بيدخل منظار، ما حدش هيوريكم المنظار دي خالص. حاجه بيعملها اصلا عندنا في قصر عيني تقريبا. دي آلة طبعا بيحط جواها المنظار كانه بيدخل نفق يدخل منه المنظار، غالي جدا، كاميرا غاليه جدا ب 200,000 مثلا 150,000 كده. شايفين هو شايف ايه بقى على الناحيه اليمين؟ اللي فوق ده الفليكسور تنكلم، اللي تحتيه الميديان نيرف. هو اهم حاجه في العمليه ايه؟ اقطع الفليكسور تنكلم من غير ما اجي ناحيه الميديان نيرف. فدخل اهو في التانل وجايب سكينه خطافها لفوق ويبتدي يسحب لورا وهو بيقطع الفليكسور تنكلم ومبسوط.
خلاص بس على مونيتور على شاشه وتحتيه مقتنع تماما بقى خلاص انه بروتكتنج الميديا نيرف غير الاوبن خالص. بصوا شايفين الخطاب بتاع السكينه راجع بيه بقى لورا وعمال يقطع. انتوا شايفين بقى كويس ان هو بيقطع اهو عمال يقطع في الفليكس. طبعا المسافه تبان انها كبيره، هي مش كبيره بس عشان المنظار بيكبر. شايفين السكينه تقطع في الفليكس ريتناكل اهي. هو بيبص على الشاشه، هو بيبص في الفيلد اللي هو لابسه، ده حاجه اسمها اللوب. ده طبعا كلنا عندنا منه، اي جراح محترم بيبقى عنده اللوب. شايفين الفجوه اللي عاملها بسبب قطع فيكس. طبعا فوق السبك تنس بقى خلاص الجلد وسبك تنس، حتى هتلاقي النور معلم لك كده عامل لك نقطه كده شايفها انت ترانس سكين يعني. خلاص قاطع اهو فيكس هناك لما مبروك العمليه خلصت بدقيقتين. ده هو حط حاطط لك تايم فوق. وشايفين الجرح صغير ازاي؟ الكلاسيك بقى يا جماعه مش كده، الكلاسيك اللي هتشوفوه في اي حته مع اي حد يعني هو الايه؟ شويه يا جماعه معلش. هو الايه؟ الفتحه بقى المعفنه بتاعتنا اللي هي العاديه بقى اللي هي فين يا ربي؟ ثواني. اللي هي ايه؟ اللي هي دي. شايفين الفتحه بقى مع الكريز ازاي؟ ما يعديش بقى هنا، ما يعديش الفكره، ما هو هنا الكريز بالعرض ما يعديهاش. اجريها لكم بسرعه. بص فتح ازاي بالمشرط على الكريز، انت هتبص على ايدك هتلاقي فيه كريز في الحته دي. طبعا هو مشي هنا بالمنظر ده عشان يعمل حاجه اسمها زي بلاستيك. ليه؟ لان لما يكون الجرح كله بالطول بيعمل كونتراكشن بيقصر فيعمل لك تشوه، فهو بيخليها زد يعني ايه؟ فيها لفه كده يمين وشمال، والزد دايما بتعمل ايه؟ تخلي الكونتراكشن مش في اتجاه واحد، مش في لاين واحد، فما يحصلش مشاكل. اهو فتحها ايه زي التراينجل ده اسمها زي بلاستي. فتح بالايه؟ بالمقص، ويبتدي يسلك ويقطع ايه الفيت. مش هطول عليكم بقى عشان ايه حته ملهاش ايه يعني مش مهم قوي. خلاص يبقى ادي الايه؟ الكاربال تانل. بعد كده بقى انا خلاص بخلص القوش يعني. لا اصل بس اقفل دي بس الاول. شايفين كده الكتاب بقى خلاص صح؟ انتوا كده شايفين صح؟ ايوه يا دكتور. الهاند انفكشن خلاص، الجروينج تونيل خلاص، والكاربال تانيل خلاص. هبص معاكم مر الكرام على السيمبل جانجلين. بصوا يا جماعه السيمبل جانجلين كلام عبيط. ممكن نرسم الرسمه دي لو سمحتوا. طبعا انتوا عارفين ان السيمبل جانجلين ميس نومر. طبعا في ناس بتسال في الشفوي هو السيمبل جانجلين يا جماعه اسمها سيمبل ليه؟ اقول له عشان في حاجه اسمها كومباوند جانجلين. بس الناس بتجاوب عليه الاجابه دي. طب هو اصلا جانجليون؟ لا افتكروها زمان جانجليون. هي ايه الفكره؟ الفكره في الحته دي في تندون. طيب التندون بقى ايه؟ الاشهر طبعا سيم جانجليون تيجي هنا، ودي تلاقيها عند ناس كتير منكم اكتر منها تيجي هنا فيري ايه؟ رير. فتلاقي كده التندون زي وحواليها الشيت اهو، وهنا الساينوفيال فلويد. فتلاقي في ديفكتات موجودة في الساينوفيال شيت. يطلع في الديفكت ده هيرنيشن اوف ساينوفيام. يبقى ديفكت الساينوفيام يطلع بممبرين منه ويبقى مليان الفلويد اللي هو الساينوفيال فلويد. فتلاقيها ظاهرة هنا. طبعا بتبقى ما بين الايه؟ الكاربال بونز. خلاص؟ وبتبقى ريليتد للتندون ولا لا؟ ريليتد. طب تخيل بقى زمان كانوا بيقولوا حاجه اسمها البوك ثيرابي، يجيب كتاب ظهره زي القاموس كده يروح خابط بيه الايه؟ فتروح داخله لجوه، طب ما هتطلع تاني. يبقى ريكارنس، يبقى دي حاجات اوبسوليت خلاص. في بعض الجراحين يروح دايسين عليها بالعافيه خلاص. هي ليه بيعملوا كده؟ هو جراحتها سخيفه شويه. العيان بيبقى مستهتر بيها لانها صغيره هنا، ما توجعوش قوي، ومع الحركه الشديده والمجهود توجعه. لكن اكشوال اللي يستهتر بيها هيغلط. انت لازم تنيمه بينج كلي او تعمل ريجونال تخضر ايد كلها. لكن لوكال تحقن وتشتغل غلط. بمجرد ما تخش في الدبث هيتوجع فتروح مكروت العمليه فيحصل ريكرنس. واكيد انتوا حد فيكم خبط في واحد ريكرنت سيمبل جانجل عنده جرح وعنده سيمبل جانجل ثاني. فالحل ايه؟ الحل ايده كلها تتخدر وهو صح، او هو كله يتخدر. واحنا بنفضل الريجنال ايده تتخدر. خلاص؟
وبعدين نفتح عليها بالعرض. ما هو ده كريز، كريز بتاعنا كده العرض. وبعدين تسلك على السيمبل جانجي كلها كده لغايه اما توصل للروت بتاعها وتربطه. كل ده دبث، وتقفل بقى ايه الشيت بتاع التندر، فما يحصلش ريكرنس. فهي عمليه اكتب جنبها عمليه سخيفه وصعبه لو استهترت بيها، عمليه سخيفه وصعبه لو استهترت بيها. وزود الانفستيجيشن بري اوبراتيف انفستيجيشن والديفرنشال دايجنوزز، اي سويلنج في السايد ده قد يكون من الجلد، من تحت الجلد، من العضلات، وهكذا، اللي هي اللايرز العاديه. سؤال مش مهم قوي بصراحه، يعني جه مره واحده بس يمكن، ومن زمان قوي يعني. قصه تالف حتى لو ما تفرقش حد من حد. الفولكمان اسكيميك كونتراكشر ببساطه بقى شديده بقى، خليني اقول لكم ايه الفولكمان اسكيميك كونتراكشر. انا عايز بس الزرار اللي بيقلب هنا، معلش انا اسف. يو فين روتيت؟ روتيت روتيت فين؟ اه روتيت اهو، ماشي لوك كويس. بس الفولكمان اسكيميك كونتراكشر، بصوا بقى يا جماعه ببساطه شديده جدا. فبعض الناس مثلا حصل تروما، او لا انت حطيت جبس بعد ايه تروما للعضل، وفضل الجبس ده او التروما نفسها او هيماتوما حصلت او كده دايسه على البيسن الارض، يبقى دي اسكيميك. اسكيميك اسكيميك يعني ايه؟ نقص في الارتيريال. بس لا هو ادى الجنجرين زي الاسكيميا العاديه، ولا الليمب عاش، امال ايه اللي حصل؟ العظم عاش، يبقى اكتب جنبها العظم عاش لكن المسلز مات. المسلز لما تموت بقت ريبليسد بايه؟ بحبال، فايبرس تيشو. فالحبال تعمل منظر عجيب جدا. ايه بقى؟ منظر فليكشن للريست، اكستنشن للميتاكاربو فالينجيال جوينت، وفليكشن للانترفالينجيال. بص على ايدي عامل كده، فليكشن للريست، لان الفليكشن تندونز اقوى لما تفايبروز تتغلب على الاكستنسيف تندونز، واكستنشن للميتاكاربو فالينجيال، وفليكشن للايه؟ للانترفالينجيال برضه، لان الفليكسور ديجيتورم بروفاندس بيبقى ايه؟ قوي جدا. فتلاقي المنظر ده، المنظر ده اسمه فولكان اسكيميا. طبعا منظر سخيف جدا بيحصل كرونيكلي، يعني ما بيحصلش اسكيميا اكيوتلي، لا بتحصل كرونيكلي وانت تطنشها ومش واخد بالك منها، فيبتدي يحصل مشاكل. فيبتدي يحصل الست بيس بتوعنا، البين والبالوروباسيس والباسيزا وكل حاجه، بس انت ايه؟ بتطنشها. بس برضو ما تموتش الليمب وتعمل جانجرين. ادي وصفها، فليكشن اكستنشن فليكشن، خلاص تتعلم على الثلاث حاجات دول مهمين طبعا. وحته حسوكه شويه، اكستنشن اوف ذا ريست ليد تو مور فريكشن اوف ذا انترفالينجل، لانه بيطول شويه التندونز لما تعمل اكستنشن للريست، فيدي فرصه ان ايه يخف الايه التنشن على الانترفالينجل، مش مهم. ويت فليكشن ذا ريست ذا سيرجن كان باسيفلي اكستند الفينجر، مش فارقه بقى خلاص. لما هي فكره ان انت لما بتحرك جوينت معينه بتطول التندونز بتاعت الناحيه المعاكسه للحركه دي، فبتدي براح للتندون ان هو يحرك جوينت ثانيه. شويه حاجات كده مالهاش لازمه يعني. في الاخر العيان ده هنعمل له ايه؟ اللي عنده كل العضلات بقت حبال والعظم هو اللي عايش بس. ولا حاجه. هتخليه في شكل معين يعرف يعمل بيه فانكشن. يعني شوف يقول لك ان استابلش دي كيسز ايرلي اعمل باسيف تراكشن عشان الشورت اند ماسل، ما هي خلاص اتحولت لايه؟ لفايبرس تيشو. بس على الاقل ما تقصرش اكتر من كده، وتبقى في شكل ايه بوزيشن معين يساعدك شويه تعرف تشيل بيه حاجه بتاع. وبعدين ليت لا ممكن بقى سلايد الفليكسور، الفليكسور اورجن هو كومن فليكسور اورجن السي اف او من الميديال ابيكوندايل، تخليه ورا الالنا بدل ما هو قدامي يبقى ورا، فيدي لك اكسترا لينث. كلام عبيط. فاللي عايز اقوله ايه؟ اللي عايز اقوله في الفولكان اسكيميك كونتراكشر هو برضه مستبعد نظري، ان انت تبقى فاهم الفكره بتاعته. لو فاهم الفكره بتاعته هتاخد الدرجات كلها والله اكتر من اللي ذاكر. خلاص؟ فباختصار شديد حصل اسكيميا، الاسكيميا حصلت كرونيكلي بس ما ادتش الى جانجرين، لكن ادت الى موت المسلز كلها. بس. حاولت الفايبر ستيشن. الراجل ده وصف فسماها فولكان اسكيميا باسمه. طيب الشكل ايه؟ وريته لكم، محدش هينسى ابدا. طيب والعلاج ايه؟ ولا حاجه، بتحافظ عليها بقى في ايه؟ تدي فازولايتر كلام اهبل، لكن بتحافظ عليها في الايه؟ في الوضع الايه البيست فانكشن بوزيشن. بس ممكن تعمل سلايدنج للاورجن للتندونز، لكن في الاخر هي في الاخر هتفضل في ديفورمتي.
اخر حاجه بقى يا جماعه اللي هي طبعا البرسنت ما تذاكرش والتندونايتس ما تذاكرش. دكتور هي الاسكيميا اللي بتحصل فيها اكيوت ولا كرونيك؟ لا بيحصل في الاول طبعا هو بيبقى اتقفل الارت لكن القفله دي مش اكيوت لدرجه انها تعمل جانجرين. يعني الجسم بمعنى اصح ايه؟ بمعنى اصح ان العظم قادر يعيش لكن الماسلز ما قدرش يعيش. فالقفله مش كومبليت. فضلت الماسلز تعاني منك لكن انت ما فكتش الجبس، ما فتحتش شويه اليومن، فمقفوله مديالك جزء شويه من الدم قليل يخلي العظم بس اللي يعيش. فالنتيجه النهائيه ايه؟ ان كل الماسلز حول فايبرس تيشو مع الوقت، عمرها طبعا هتبقى في الاول تتحول، ما فيش حاجه اسمها تحول فايبرس تيشو في اكيوتي. لو انا بقول اكيوت اسكيميا يبقى انا بتكلم في انها ايه؟ جانجرين. لا ما بيحصلش كده. واحده واحده، جزء عاش جزء مات، بس اللي مات هيفضل يتحول لفايبرس تيشو مع الوقت. طيب هو مكتوب اكيوت اسكيميا في الكتاب، اشيل كلمه اكيوت؟ ما هي الفكره في ايه؟ في البارشل ولا كومبليت؟ اديت ما هو في الاخر الاسكيميا دي ما لو هي اكيوت فعلا كلاسيكال يعني يبقى هتموت كل الليمب. في جزء بيعدي، بس الجزء اللي بيعدي ده بيروح لمين؟ للاهم اللي هو البول. فيعتبر الجزء الثاني محروم من الايه؟ من البلاد. لسه عمره ما هيموت في ساعته، ما بيحصلش جانجرين. انا لو انا اكيوت قوي مش هيحصل، هيحصل جانجرين؟ لا ما بيحصلش جانجرين، بيمشي واحده واحده في سكه الفايبروسيس. تمام، ما توقفوش قوي عند التعريفات يعني، خصوصا الموضوع مش مهم يعني. لكن انت عايز تعرف ايه ان بيحصل في السته فيز بتوع الاسكيميا. السوفت تيشو في الكوما جه قبل كده؟ سؤال غبي بصراحه، سؤال غبي جدا يعني. انت لو بصيت عليه كده هتلاقي ما فيهوش اي حاجه مفيده. فالحقيقه مالجنانت تيومر جايه من الكونكت ايه ده؟ انا نفسي ما اعرفش ايه سوفت تيشو. انا اعرف في نوعين من الساركوما بنشتغلهم بس خلاص، يبدو مايجر كوما يعني، في حاجات انا اعرفها خلاص، وما في غيري اصلا ما اشتغلتش ساركوما في حياتي. فالموضوع مثلا يعني مالجنانت فايبرس هيستوسايتوما، مين اشتغل مالجنانت فايبرس؟ لايبوساركوما في ناس تعرض لها، ردوا ماسركوما احنا بنشتغل كتير، الريتروبيوتونيه ساينوفا سكح الشفا مالجنانت تشيث لايوماساركوما فايبروساركوما انجيوساركوما. شوف لك علامه احفظهم بيها، الحقيقه سؤال مش مهم بس خزقوا بيه دفعه قبل كده. وادي زياده كتاب الاسم فيه عشان عارف برضه ايه اللي بص. شوف الكلام اللي في كتاب الاسم اللي مايتوزس انابليزيا ليومورفيز. هو انت هتشرح باثولوجي ولا ايه؟ دي ان ايه بلويدي 46 كروموزوم، والانوبلويد يعني بيظهر مش عارف ايه، والفلو سايتومتري ايه يا عم انت؟ والسبريد بلاد بون والليمفاتيك لوكال والديفرنشال دايجنوزز من حاجات البنايز الليبوما والديبسي في الهيماتوما والليمفينود ايه يا عم؟ فكلام عبيط. وتعمل اوبن بايوبسي او ايه او تروكات بايوبسي. فمن الاخر ده لو واحد من ال 200 الاوائل يقراه، لو غير كده ما تقراهوش خلاص، مالكش دعوه بيه. فهذه هي الهاند والمصل والتندون اللي هتعمل لك صداع في دماغك. يعني لو سمحتوا يا جماعه باختصار شديد كده، ده تاني هعيد، انت هتذاكر ايه عشان بس تخلص من القصه دي؟ بصوا على الورقه دي، حضرتك هتذاكر الهاند انفكشن. طيب بوبليز الفصحى اقولها لكم بكره ان شاء الله عشان بس ما فيش وقت دلوقتي. بوبليز الفصحى حد فكرني بقى بكره لو سمحت، واحنا بنعمل مراجعه بكره طبعا الصبح هيبقى فيه كيسز. السوفت تيشو ساركوما ما تقراهاش خالص. انجروينج تونيل وكاربال تانيل وهاند انفكشنز. عندك وقت السيمبل جانجريم الفولكمان كونتراكشن بس. عندك وقت قوي سوفت تيشو ساركوما. لكن ما فيش حد يطلع بعد اذنكم بعد ما سمع المحاضره دي ما ذاكرش الثلاث مواضيع دول. كاربال تانيل هاند انفكشن انجروينج تونيل لو سمحت. عندك وقت تقرا سيمبل جانجرين؟ اي واحد عبيط يقدر يجاوبها. وولفمان كونتراكشن اي واحد سمعها يقدر يجاوبها. سوفت تيشو ساركوما بس اعرف يتالف ازاي بس. خلاص؟ بكره نلتقي الساعه 8 الصبح ان شاء الله، 9 الصبح ان شاء الله، 9 الصبح حسب الجدول. خلاص؟ طبعا هرفع الفيديو ده متاخر شويه لان انا مزنوق جدا دلوقتي في الوقت. انا برفع بسيبه على الواي فاي بس عشان ارفعه لازم اعمله كونفرجن الاول، والكونفرجن بياخد ساعه تقريبا، والرفع بياخد مني 5 دقائق عشان برفعه بال 3 جي. فمعلش مش هينزل دلوقتي. قبل ما تعمله كونفرجن اصلا هكون انا مشيت. الورقه حاضره دي. هنزل الورقه دلوقتي حاضر.
تمام، شكرا يا دكتور. يلا شكرا يا دكتور.